ولا ما بص على دي بتاعك في الديسكورد يا اسطى، ولا بص على دي بتاعك في المكان اللي شبعت لكم عليه. انا ابراهيم يا ابراهيم ابعت لهم الايه ابو ليه؟ لا كان فينش لايف في المليار طعم اللاب ده بقى دمار صح؟ قول يا رب. يا رب بس اللاب ده بقى دمار صح؟ بس دخل يعمل القلب على طول قلبي ده والله. قلبي قلبي بس الكومنت ده كده نظبط حالنا. يلا بينا يلا بينا وحشتني والله يا اسطى الضمنة يا اسطى حبيبي احمد يا اسطى يا اسطى وحشتك يا اسطى لسه طالع لايف امبارح يا عم قعدنا بتاع ساعتين امبارح في اللايف يمكن اكتر كمان والله. المايك شغال ولا فصل يا جدعان؟ المايك شغال صح؟ حلو حلو جميل حلو جميل. اسحب يا صاحبي اسامة انت فين اسامة؟ شاير ال اخويا طب ايه انت اتكلم معايا صح؟ انا اقول ايه اللي ارجع فصل ايه معاك اللي فصل اتاري الكيبورد اللي فصل هو سمع الطن ومش عارف جايب منين. انا افتكرت المايك شكا بس المايك شغال يا جماعه ما جاتش تعمل عيال فتمام ما يعني بلاش بقى الجمله دي بقى تثبت معاهم على الطلاق جملتين مفضلة في حاجة غلط. احنا دلوقتي 108 شير ومفيش حد في اللايف. لازم اروح اشير انا بنفسي انا يا جدعان. شكرا يا جدعان. دي دقيقة واحدة دي هتلاقي الناس بتتنطط دلوقتي. شير انا صاحبي خلاص. انا شيرت بال بتاع ده صفحة بكرة. ما في ايه طيب يا جدعان؟ ايه شد بس المقام الناس ولا ايه؟ شد المقام انا يعني ولا ايه؟ يبص على النوتيفيكيشنز بس سيفو يا سيفو منور الدنيا يا قلبي. فاتحين لايف فين؟ فاتحين لايف على الفيسبوك. ما انت بتعمل ايه صح؟ صباح الفل. ده ديسكورد التاني عشان ده ايفنت يا صاحبي مش لايف عادية. دي اتفاق طلع انا وليل وحسام بس. يعني قالوا ان اكبر عدد في الديسكورد لازم يبقى 4 ما ينفعش يبقى. مين شرب سيفو حب سيفو؟ يجي شرب حب شرب بك حب يجي راح طارد حسام على طول. حبيبي شكرا شكرا مسابقة شكرا تبقى جدا. استنى كمان ساعتين يا صاحبي ولا حاجة زي كده. ثانية هنشوفها لك دلوقتي. ساعتين ونص ساعتين ونص ساعتين ونص بالظبط من دلوقتي يا جدعان يعني الساعة 10 ونص المسابقة ام 2 مليار يا جدعان. يا اسطى التليفون انا عايز ارستر بس انا جاي ارستر واجيلكم. انا شريت عملتها وحيد. ظبطت معاك ولا؟ لا ما ظبطتش خالص خالص طب شوفها. طيب خالص. انت لو شوفها مصر ما بتلعب تبصش على نهائي بطولة العالم دلوقتي كان زمان في عدد اكتر من كده في اللايف برضه. ايه ده انت بتقول ايه؟ لا ماليش دعوه بالبتاع ده. انا في اللايف عدد اللايف هيتظبط دلوقتي. انا بتكلم على الشريات. لا برضه ما ظبطتش. انت عملت شغلات بس انا الباقي ازاي؟ الرجاله ما ظبطوش الحال يعني. هرستر بقى التليفون واجيلكوا. استنى ماشي يا قلبي خد وقتك. مسا مسا يا محمد عبده تسلم على الشريات يا قلبي. احمد انا اكتشفت حاجه غريبه. احمد مصطفى انا اكتشفت حاجه غريبه يا صاحبي. انت لما بتيجي تعمل انت شير اللي بتبقى على وضعه والله ما معرفش ازاي ما اعرفش انت بتعمل شير فين احمد مصطفى بس ظبط حالك واعمل الشريات. انا متفائل بيك. اشارك في المسابقه ايه؟ ازاي يا صاحبي؟ كومنت مره واحده عادل صاحبي خد بان ربع ساعه. مفيش حد في اللايف بس خد بان ربع ساعه. اي حد يكتب مليون كومنت كده هديله بان ربع ساعه كده بس ايه يعيد تفكير ويظبط حاله ويرجع تاني. مسابقه يا اخواتي فيها صاحبي مسابقه على 2 مليار كمان ساعتين. سيفو رديت عليك والله قلت لك فاتحين في جروب تاني بتاع الايفنت ان دي مش لايف عاديه صح. اخا وحيد عامل ايه؟ يا ساس منور الدنيا. ايه ده شمندوره بالزي الاسود منوره صح منوره صح. مسا مسا عليك يا غيث. انا اتفائلت بيك يا غيث النهارده. انت النهارده وشك هيبقى حلو علينا يا غيث. ابعت لي الملايين وابعت لي ال طب انا قلت لك ابعت ابعت دي لي 4 مرات. طب انا بعت لك دي 4 مرات. لا تبعته في مكان انا اقدر اوصل له ديسكورد مثلا تمدهولي كده يعني. ايدك قصيرة ولا ايه؟
العظيم مسكت نفسي بالعافيه، مسكت نفسي بالعافيه. ايه تسيبها خالص؟ مش نفسك انت، انت تسيبها خالص، سيب نفسك تعوم. العافيه صح، سيبها براحته. نعم هرب، ما ترفعك. اديني بس انت الاشاره الخضراء، قول لي اهزر معاك براحتي عادي في اللايف. يلا هوي بلاش انت. لا لا انا ما عنديش حاجه اخسر. يا ريس كبو يا كبو، كبو داخل الملاهي فاهم. وي ده زحليقه دي. مشكله غب. أنا... عايزين نكسب واحنا كمان. والله صعب من الليله دي بتاعتك يعني، مش نافعه كده. هي تهرج بصراحة. دي حد من اصحابك يا عم يبعت لي يا عم. لا انت صاحبي الاي دي يا عم. ابعت لك الاي دي. اكتمل لي دين ام الاي دي يا اسطى. 2730 اللي بعده. 6 اغسطس 3 6 اغسطس ما ينفعش 6 3 3 صح. قول ماشي. 20 98 2 20 98 20 انت اللي بتصعب عليا. 8 و اه 9 8 يا رب تكسب يا رب. ولا كنت منك رقم تليفون في يوم من الايام. شارك بالمسابقه حصلتش لسه. شارك المسابقه صاحبي بتخش عادي بتشترك في المسابقه زي السلام عليكم. بصوا يا جدعان المسابقه ايه يا جدعان؟ المسابقه ايه؟ كمان ساعتين و23 دقيقه المسابقه على 2 مليون المركز الاول. بس بصوا يا جدعان هو هنا للاسف العدد 2000 نفر بس ممكن يدخلوا، ولا 2000 كملوا خلاص. فاللي اشترك من قبل ما يكملوا خلاص ده هيشارك معانا في المسابقه، ده هيلعب معانا في المسابقه زي الفل. والشركه عموما انا هتزود العدد ده المره الجايه يعني، لما تعمل مسابقات على مليارات كده هيبقى كل اسبوع تقريبا في واحده ولا اتنين، مش عارف لسه العدد هيبقى ايه، بس هتزود العدد مش هتخليها 2000 نفر بس عشان الكل يعرف يشارك. فالرجاله اللي مسجله باكونت و2 ومليون اكونت يعني فكوا كده شويه يا جدعان، فكوا كده شويه وادوا لخواتكم شويه اكونتات تلعبوا بيها. الله سما انا لحد الخط ما اقول يلا ايه لما كملوا ال 2000 صاحبي. اه 2000 صاحبي لعب اكونت جديد ولا ايه؟ طبعا انا حظي فضلي مكان. بص اه ثواني كده فجر قاعدين الليل بيقول لي لسه احنا انا بصوت له يا ابني خلاص المسابقه كملت 2000 نفر. اه كملوا خلاص يا ابني. ابعت لي ابعت لك ايه؟ ابعت لي حاضر لعب اكونت جديد. اه صح ما بلعبش غير باكونتات جديدة، انا عندي سلسلة اكونتات كده. هيرو اقول لك وحيد انت كسبتهم بقى 3 مليون وقلت له انت ما خدتش بالي ومش عارف ايه. مين مين؟ كيرو عاطف. كيرو عاطف، كيرو عاطف اه اه لما كان دخل لك. لا 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 لما دخل لك بالاكونتين لما شغل دماغه. اه ده بيتناقش. اه اه ايوه بيتناقش عادي ان انا مش انا وبتاع. اه يا صاحبي حرفيا حرفيا بيقول لي خلي اسامه يفك لي البان بالاكونت الثاني. ده هو اللي اعترف على نفسه. نسكافيه انت عامل ليه نسكافيه؟ مين اللي عامل نسكافيه؟ ايه لا مش انا. ايه بتقول بقى مين اكونتين مين قال له فين لا هيعمل ايه؟ لا تعالى صح تعالى انت زي الفل. والله احنا مش كويسين يا مازن، انا شايف التفاعل عامل ازاي؟ مش كويسين صح يا ليل. طب انت محتاج من شلبي؟ طب يا حيد تكلمه يا شاير على التليجرام صح يا جدعان. انا كتير ضحكت عليه وعايز اشتري 50 مليون بس يكون في جديه. وراجل شبعان ما يقبلش الحرام على جتته عشان ده بياكل في الميت. لا اله الا الله. بص يا عمو امير بعون الله انت بس تكلم الواتساب بس عرفني رقم اخره كام انا هخش مخصوص ابقى خدها. كيرو ماشي يا جدعان، اي حد يكتب الكومنت 3000 مره يفضل ينقط لي كده في الكومنتات هياخد بان. حرينا يا جدعان. معاك ايه يا ابني؟ معايا ايش حاجه؟ معاه فلاش قلوب سودا، هو بيلعب على الفلاش. معاه فرده ايس الاستاذ. فاضل لي اربعه. مرت في وشك، مرت في وشك. فاضل لي اربعه. انا جاي لك من المستقبل وبقول لك ان احنا هناخدها مش عارف فول هاوس ترتيب على ان شاء الله يا رب. اوعى اوعى الفول هاوس. اقل حاجه عند اخوك يا ابني والله اقل حاجه عند اخوك وحيد. اوعى اخويا صاحبي انا ليا في البيعه ديت 20 مليون. اتكل على الله يلا. صاحبي انت لما بتكسب ما بترجعليش حتى ملايين. اتكل على الله. عيب عيب هتضيق عليا الايفنت اللي فات. يشهد يا صاحبي انت ساحب مني كام مره ما بتمشيش كده خلي بالك. خلاص يا صاحبي خلاص. لا 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 قدام الناس
الايام دي واحده فوق الناس ده وحيد قد واحده فوق الناس دي من الاخر من الاخر يا صاحبي سكه ودغري. انا مفيش حد بيجي معايا سكه في اللعبه مع بعض غير الليل. اخويا لما بنقعد بنكسب ونيجي نخسر كله على ترابيزه واحده دور واحد. نخش نجيب 500 مليون وخسرنا. بقول لك ايه، ابعت رقم يا اسطى على ال بقول لك 011 22 53 65 32. عايز ايه بقى يعني؟ رنر. لا مش رنر ده محمد يا صاحبي. بص يا صاحبي اكتب لك انا رقم الواتس. ثانيه يا محمد اكتب لك رقم الواتس. محمد طب بقول لك الدير ده مكتوب عليه وحي. انا كنت اقول لك نفسي اجيبك بس انت موزع جايبني والله. بعت لك رقم الواتس محمد. كلم رقم الواتس هناك هتلاقي واحد بيرد عليك في اي وقت يبيع ويشتري منك كمينت عايزة. ما هيفلد معك ولد يا اسلامة؟ معك ولد؟ انا معي فردت ايس. لا معي فردت ايس. العب على الايس بقالي جيمين وبخسر سبحان الله. والله ما نلعب عليه تاني اصلا. قلت ادب دي قلت ادب دي. رب بيقول لك انا مزعج. انا يابا انت قد الدنيا يابا. ده كتير قوي فرقت ايز دي ولا بتهيالي. انت فوق انا جدع خرب بيت اهلك. اقول لك الا بالله خد بقى فرقت تسعه اهي. ولد يا صاحبي ولد يا صاحبي ولد يا صاحبي انا والله لازم فهمان يا عم. خد يا عم نرمي 20 مليون يا صاحبي. هو على الولد مليون نرمي 20 مليون مسخره بقى وحي. عاطف عيد بيقول لك حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قال لك على تعليقي فهمك غلط. ايوه يا صاحبي انت اللي قايل لي يا صاحبي بالاكونت التاني خلي اسامه يفك لي البان من على اكونت عاطف عيد. انت اللي معترف على نفسك انت عبيط. انا يعني ايه خلي اسامه يفك لي مين عارف عاطف؟ هو كيرو عاطف. هو وبعدين بص لما اديت بان لكيرو عاطف راح جاي لي داخل باكونت عاطف عيد. يعني متامر وهبل يا صاحبي. طيب انا ما بفكش بنات لحد. انا اتعلمت الدرس. انا اكلت شلوت في نص دماغي. الله يا عم بعد لك 25 مليون يا عم. الله ايوه ال 20 في 20 بس ماشي يا عم بعد 25. يا بعت الريد بتاعك قللت على معايا عشان الراجل ده مش متفاهم. قاعدين بنلعب مع بعض حتى ما قاليش ولا ايه. تعال 2 7 3 0 انت لو كتبته تبقى ماشي. ماشي قول. طيب 8 2 9 8 2 9 يا عم والله عارف انك عارف ان ده ايميلي. السمع 8 1 9 2 اه اهبط بس كان هيجي. ماشي يا صاحبي تعالى معانا يلا حط الاي دي بتاعي في الديسكورد يا صاحبي. ابعت لي ماشي. بقول لك يا عم والله عارف انك عارف ان ده ايميلي. طب خلاص امال ايه يا صاحبي؟ ده ابعت لي اي دي بالاكونت ده وابعت لي اي دي بالاكونت التاني ليه؟ عشان تكسب هنا وهنا. طب ما غيرك اولى ان هو يكسب يا صاحبي. ليه تكسب انت مرتين؟ يا وحيد ليه تكسب انت مرتين يا صاحبي؟ يعني انت في ايه يا صاحبي؟ كبو ركز بقى كبو. انت بقى مع الناس ده كبو عارف او حيت تفتكر مين يكسب ال 2 مليار؟ هو ده محتاجه سؤال زياد. انا اكيد تعالوا يا جدعان سيبو سيبو يلا اجي معاكم يا وحيد. استنى يا سيبو صعب انا هقوم اشيل فلوس وقت تاني اللي معلش. ماشي ماشي بقى تعالى لي من الفريند. طيب تعالى يا ابن الترابيزه مش عارف بيقول لك شوف الشيف زعر ولا لا. انا فول ده كده كده انا كده كده مش موجود. مش مشترك خالص عشان زميلي ما لحقتش. 2000 نفر طار وكده يا جدعان. بيقول لك مسابقه على 2 مليار. عمرو صبري ياه. اشتركتش؟ اشتركت يا صاحبي بالاكونت بتاع الشغل. ايه؟ لا ولا حاجه. صاحبي لو اكونت الشغل وصلوا ل 2 مليار الله يعوض عليك يا عم. فدانا صاحبي ما الشغل شغلي برضه. انت في ايه؟ كوب بيقول لك احنا بنموت وهم عددهم 200 ما بالك 2000 شخص. اه والله ده بقى بطوله ايه نخلصها على الفجر. بنت واربع شجر وخمسه وعشره يا وحيد. حلو ده احنا نكمل بعض على فكره. انا معيش كروت. انا معايا باك لوفر برضو خلي بالك. لو معاك فلاش على الباك لوفر ما تلعبش عليه. لو معاك على البنت انت معاك ايه؟ لا انا معايا كارت اعلى سن. معاك ولد معاك بنت معاش اي بنت معايا بنت خلي بالك. ازاي انت معايا دبل ايس يا صاحبي؟ معايا دبل ايس يا صاحبي. في واحده بلاك كلوفر واحده دايموند معايا البنت. طب استنى الدور اللي جاي تقول لنا. انت بصراحه ما بتسلكش للبنت. بص بص هقول لك ايه. بص مين اللي انا اقلد انا ولا العب ولا ايه؟ العب يا صاحبي العب. لو هتلعب العب على الستريت. لو هتلعب على الفلاش ما تلعبش. انا معايا الايس.
احنا التلاتة صاحبي يقوم من على الترابيزة دي عشان اللبوة اللي امه لبوة ربيع قاعد معانا على الترابيزة. هو فين ابن المتناك؟ هو فين؟ انهار ابيض ابن الشرموده فكته. شوف الشيرات كده وحيد. لا لا يا صاحبي شوف الشيرات عامله ايه. وحيد ابعت لي 4 رجاله عم تقول لك شوف الشيرات كده. طب بقى شفتها يا جدعان؟ شكرا يا جدعان. في ايه يا جدعان؟ ما تعملناش كده يا جدعان. انت ليه قعدت مرين كلها مره واحده ليل؟ ما عشان جيت جيت وراك على طول وانت قمت شلت. طيب اعمل ايه؟ طيب قمت قمت شيل عادي يا صاحبي. هو صبري لسه عايش في الدنيا؟ اه عايش يا صاحبي. بيتكلم يبقى Are you still exist؟ اكلم مين؟ بص انا بلعب على الديموند والهيرو. الجائزه 2 مليار يا جدعان. الجائزه 2 مليار. امشي بمبدا اللي ملوش قلب ملوش ايه بتاع ملوش رزقه. صح معروفه بنزل بتاع بالخمستين. يعني انا معايا بنتين وانت تكسب بالخمستين. عيب والله. ليه ليه لا وهي سيوف كايند اصلا من باب وكده. اكتب نفس الكومنت. ابدا اكتب نفس الكومنت. والله يا جدعان ما عنديش مشكله ادي اللايف كلها بقى يا محمد. اشيكم انا بقول لك 2 مليار. رد عليك اقول لك يا محمد اشيكم. انا مش عارف انت بيقول لي رد. لقيت لي بتقول لي وحيد. ارد عليه قلب وحيد يس. اه عبد الله انا البطوله. بيقول لك البطوله جازتها كام؟ 2 مليون صح. المركز مليون. الاول 100 مليون المركز الثاني. دلع كده صح. ما احنا كلنا عمالين نحاحن عليها ليه؟ يخرب انزل دي ظروف واحده وقول ان في نص جنيه يا خزميلي. بص الفلاش بلاك اوفر ده متع متع. ربنا يسامحك يا عم اصلا يا عم ربنا يسامحك. رد عليك بطوله عشان نكسب الجايزه. طب بس اقول لك بطوله ياسر بالله عليك. بيقول لك ايه المطلوب طيب عشان اكسب الجائزه؟ اكسب في البطوله المركز الاول. طب ما هو هيكسب ازاي؟ المركز الاول هياخد ال 2 مليار. انا كنت مفكرهم هيقسموا ال 2 مليار على 10 كسبانين الاوائل. صعب بقيت هم صعب عشان الام والاب قعد معانا. هو ما يعرفش كروت يا زلمه. ني 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 انا ممكن اغمي كروت انا كمان والله. ممكن ابدا اقول لك حاجه يا صاحبي. انت مش معاك ملايين ولا معاك كام؟ انت معاك ملايين صح؟ كسبان؟ انا بلعب. بيعت بيعت هو ما لعبش للاسف بس انا خدت الجيم وقمت يعني. تعالى صاحبي تعالى 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 عم 15 جدع. لا 25 ماشي جدع. 15 اه. ومين ربيع ده؟ انت ربيع رضا؟ اه يا صاحبي. بس ما بيتقالش كده يا صاحبي. بيتقال ربيع رضا لامه لو على بعضها. Your table is full. يا صاحبي يلا. Your table is full. يلا رو. ربنا يسامحك. اتكلم انجلش بقى. ربنا يسامحك ربنا يسامحك. ترد على والله هو بيقول لي كده. انا ما بفهمش الفرنساوي. وانا مش ثقافتي. الرجاله مفكرنك هتوزع 2 مليار في اللايف. ليه يا عم نجيب سويرس مفاتح الليل؟ عارف ايه يا عم احنا فقرا ولا ايه؟ نوزع 2 مليار يجوا ايه دول جنب ال وجع على ضاش يا اوس. اسكت اسكت. اما واحد فقير ولا ايه؟ احبب ولاد الاحبب. يا اسطى لازم افكر. اما واحد فقير ولا ايه؟ خسرت بدبل اس يا مريض. ارد عليك يا محمد عبد. قول يا محمد عبد. وحيد انا كان معايا دبل ايس خسرني 2-6. انت جاي من المستقبل. شكرا. ممكن حد يرد عليا؟ اه يا صاحبي انا بقول لك. اه ارد عليك اقول لك ايه عشان اوروبا. عليكم السلام يا ضاحي. عليكم السلام يا قلبي. فين ضاحي؟ اه تمام بدري. 61. هو انا كل ما معايا سواق تحمر في وشي على فكره. كلها تشيك كده. الله 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 عليه يا مازن. معايا فرد كينج باظت. باظت عدد ايه ونيت ايه. اسكت بس خلاص دي باظت. باظت باظت خالص. سيلو اوف كايند كويس. معاك شيء؟ معايا فرده واحده للاسف. الاحب مع 8. انا اتشامت. لا بجد انا اتشامت والله. يا جدعان تونيكو وحشه ليه كده جدعان؟ هما برضو اللي عينيهم وحشه. قصدك ايه؟ قصدك ليل يعني؟ طلعوه طب انا صاحبي. قصدي ان انا صاحبي ليا 10 مليون عندك بعد. لا 20 مليون والله يا ابني.
راح بينا مشموط شمطة الكلاب دلوقتي، محدش سمع عليا، انت في ايه مالك؟ انا خسران 60 مليون يا صاحبي في اقل من دقيقتين، انت عايز مني اكتر؟ حوده خميس بقول لك انا معاك من الاول اهو عشان ما تقوليش انت لسه جاي. شيرالي طب بقول لك يا حوده معاك يا صاحبي. ولا حد يدل على السال والله هدي يا خبيث معاك يا خبيث، لازم اقول لها خبيث عشان ترد. انا ولا ابراهيم الخبيث عارفه نفسها. افتح المايك يا ابن المسطوله والله العظيم بكلم حد في البيت بس صح. انت 36 وشايب هفلت اخويا. لا ده مفيش كاميرا صح معايا. واحد بيقول لك والله يا اخواتي اللعبه دي كسبان فيها خسران. شكرا للمعلومه تريت. صح ايه ده؟ اصل اتحرقت فكرت ان مفيش كاميرا فرحت جاي. يا مين ده اسامه اللي عمل ده؟ اسامه اللي عمل لحظه 4 و85 يا وحيد. هلعب معاك ماشي ماشي يا صاحبي. يا شالله بيضا انت لايف مؤخر عندك جامد يا شالله. ما بالك انا رحت جبت من الستة مليون 25 مليون وجيت. يا بختك ازميلي. انا رميت ازميلي معايا دايموند كينج بالعشرة ومعايا يا جاك. اصلا مش معايا الترابيزة انت بتاع الله. انت مش معانا اصلا. اصلا الله عليك اخويا والله العظيم يا ابني. حبي شرب غير معاك يا ابني والله. اخويا لا قوم بقى قوم اخويا. اه تعالى نشيل عشان العيال دي. لا مش تعالى نشيل، تعالى تبعتلي انا في الليست. اصلا اصلا تعالى كام يا صاحبي عاوز كام؟ كنت اخوات ست اسم 60 يا صاحبي. احلى 60 مليون. احلى 60 مليون. يلا شفت اخويا. ايوه وانا فين ال 60 مليون بتوعي؟ اقعد يا جماعه هم وانا اقعد بره صح. اقعد اخويا اطلع بره يا وحوح. هننضم في اللايف دي وانا مش مشترك في المسابقه. خليك قاعد عادي في محمد عبده. هنوزع برده يا صاحبي لسه في اكواد وفي كودا يستلموا 30 نفر ب 5 مليون وفي دلع صاحبي. طب بالله انا عامل لك حوالي 20 شير علام يا شيكو. تسلم تسلم يا اسطى. تسلم والله يا اسطى. انت بتقول له تسلم عليه هم دول يعملوا حاجه لما يجيبوش كوبايه قصب يا صاحبي. تسلم برضه الراجل عمل واحده شيري على راسه صح. يا حبايبي يكون معايا خمسه بس في اللايف يجيبوا ال 500 بطولهم كده. ما 500 ما لهمش لازمه. بص يا صاحبي 500 ما لهمش لازمه ولا يجوا قصاد واحده شير بس من واحد فاهم. هتيجي معانا يا اسامه؟ انا بعمل في جروب اداني ملايين يا زميل. طب زعلان زياد اللي على طلع اللايف زياد. لو ولادك بتقول لي ليه ما جتش بتسحب حد من العيال وليه طيب عشان طيب والكلام اللطيف ده هدي لك بمله. لا يا صاحبي هلعب. ها طول ما انا موجود ما ينفعش يا صاحبي. الراجل ده انا معايا شايب مش بين دول بس معايا ورق حلو. انت مش عارف يا صاحبي العب معايا ايس وشايب وصوده وعشرة وبن. انا بقول نفلت اقول لك ايه وشايب قلوب. انا بقول تخش يمكن تيجي يمكن العب انا دور كينج. العب انت طيب. العب الكينج ولا اح. طب انا كنت ممكن تروح تو بيرا وحيد معاك كينج يا اسطى. معاك كينج ما انت ممكن تكسب فول هاوس مثلا. انزل ثلاث ثلاثات ولا حاجه مش معايا ثلاثه. صعب اقول شمطنا فول هاوس دلوقتي بقى شنطه بتتكلم. اه ده حقيقي. صعب انت لما بتلعب ورا بتغير على الترابيزه والله. بالعدد يا اسطى صاحبي. انا مش لازم اقول لك اعمل شير يا صاحبي. انت بتعمل شير من دماغك. مش عايز تعمل ما تعملش عادي يا صاحبي. ده تقدير وشكر. للاسف هلعب معاك روت وحشه بس هلعب ماشي. 57 و9 حد فيكم معاه اس؟ لا انا معايا كروت 8 يا صاحبي. حلو يبقى كلنا نلعب. حلو 57 و9 كان نفسي ما العبش والله بس ده جوز 8 الافيه تحكم. يلا صاحبي اكسبكم وكوز 5 دول ان شاء الله. ما شاء الله اي حد فينا يكسب صح. لا واحد هياخدها فلاش. هياخدها فلاش وحيد. اتشمت منك. ده ياخد ستريت ذا هايست ستريت ايفر يا زميلي. ده مع الاس والبنت يخرب بيتك. يا نهار ابيض ام يا نهار ابيض على الضحك. اوعى يا باشا حسب الله نعم الوكيل. اوعى يا باشا احنا خسرانين بتو بير. حسب الله نعم الوكيل في اللي لا انا خسران بوان بير انا. حسب الله نعم الوكيل في اللي بالي. ما اقدرش يعني حسب الله نور. حد شاف على ايدي باين الكروت دي. دي مش كروت دي شكلها. ايه القرف ده؟ اه والله كبو والله. اه يس والله. ايوه يا عم والله كبو يعني. اسامه تقول ايه؟ حسام حبيبي يا عماد. ايه يا صاحبي؟ افع يا صاحبي واحده صح.
انزل ابو احمد الله يد بس صح ايه؟ مين اللي حزق دلوقتي فولو فاقين في شي حد عطس بيه طيب 9 ولد شجر و 4 و 8 دايموند انا حاسس ان ورقي متنوع مع ورقك مش عارف حاسس ان احنا الاثنين المفروض نلعب بس انا ورقي وحش طيب انا ده اخر دور فربنا يستر انا معي كينج وبنت العاشر على باك لوفر معاك ايه في الباك لوفر معايا بنت بلاك لوفر ولد معايا بنت بلاك كلوفر طيب انا وانا كارت على الفول هاوس انت عايز الستة يا الايس انا عايز خمسة ماشي يا الواد يا الستة قشطة طيب. جدا انا كده توبي انا هاي كارد بعون الله بقول لك ايه انا بفكر يعني بقول لك ايه تعالى هيكسبني هيكسبه الله عليك يا ابني الله عليك يا ابني الله عليك يا ابني فنان يا ابني انا ايه انا اتفرج عليكم الجيم ده انت اكشن لاين بجد لا يا عم معايا بس انا احب امكن كده انت انت بدي ايه اسكت يا عم سويت ال 2 مليار صاحبي كمان ساعه ونص كده ولا حاجه كمان ساعتين صح لسه كمان ساعتين يا صاحبي لسه عمال تشير وجيت تسلم عمال تسلم يا قلبي طب معايا 15 ما ظهرش عندي عماد بس تسلم قلبي ولد وسبعة العب ولا ما انا عارف انت فلت اه فلت طب ماشي نلعب مع بعض على العقل كده بقى ايه هو اصلا كان هيكسب اخويا رد بقول لك مش عايز حاجه بس عرفني اني ما كنتش عارف انك كسبتني من غير مبان انا مش عايز حاجه يا اسطى انا ما بديلكش بان عشان انت كسبت ولا ما كسبتش هبديلك بان عشان انت بتفضل تعمل نقط كتير في الكومنتات وحيد شايب ولد وثلاثين ومعايا شرط انا معايا ثلاثة وولد بول اصلا لا فولد انا ده صعب الفولد احسن فولد ماشي مسا مسا حوده منور الدنيا يا قلبي كبو اللي يكسب الاثنين مليار دنجس واحد في الدنيا على فكرة كبو كبو بيعرف يلعب والله يا ابني هو بيعرف يلعب في النورمال والبتاع دي بس المره دي قماها دي لعبتنا دي يا صاحبي دي قماها دي لعبتنا نقعد انا وانت على نفس الترابيزه نزلت الثلاثه نزلت الثلاثه دي المره الخامسه كده دي المره العشرين ما لهاش علاقه يا جدعان والله يا جدعان بعد كده زيت واحد خش لا 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 خلينا في الامان احسن 10 3 7 5 انا معيش ورقه انت معاك ايه انا معايا ولد وبنت وشايب وثلاثه طب نلعب احنا الاثنين ثلاثة البركة ثلاثة البركة دي الثلاثة الحظ يعني نلعب احنا الاثنين يا وحيد انا ماسك الترتيبات القليلة خلاص يا احمد ما بقاش فيها مكان يا صاحبي انك تقدم فيها خلاص كده للاسف بس بيقولوا المرة الجاية هيخلوا العدد اكبر اللي ممكن يقدم فيها يا عم مش هيكفيهم حوار الاثنين مليار ده كل واحد هتدخل بسبعة تمن اكونتات انت بتلعب برقم انت ليه لعبت معايا يا صاحبي انت ليه بتشيلش ليه ميسا ميسا عليك يا محي وحش صاحبي نزلت التلاتة حلو يا صاحبي حلو حلو البركة نزلت حلو انا يلعب يا باشا تلتت البركة مفيش حد يا صاحبي بيمسك الترابيزة يدعكها ويقسمها كلها على بعضها عيب عليك وليه لعبت معايا يا ليل ليه يا ليل لعبت معايا يا ليل لا ما قلتش ليه لعبت معايا قلت لك ليه لعبت برقم عالي يا صاحبي قوم شيل يا صاحبي قوم شيل قوم شيل اكيد شلت شلت اخويا يا ابني بطل تنمر بقى يا ابني ليه يا ليل لعبت معايا يا ليل انزل ابو احمد الله يهدك بقالي اربع دور بخسر بقالي في سبعه تحت اللايف وانا بخسر يخرب بيتكم كل ده وبتخسر والله العظيم انا بخسر انا كل اللي فاضل معايا 30 مليون وانا بادئ ب 100 مليون صح انا خسران 70 مليون صاحبي اخوك في ظهرك في ايه استغفر الله العظيم ماشي صح عارف انك هتقول كده والله طب ما انت عارف هنيجي اسم بتقولها ليه هلعب الدور ده معايا اسو 9 فلاش قلوب معاك ولد انا معايا جاك بقول لك اسمع بحوش مع ليل انا معايا جاك ها ماشي يا عبد اللعيبه ما بحوش مع ليل هو مين كبو مين اللي بيقول الجمله دي كبو ماشي
هل انت معاك ترتيب عالي؟ انا معايا 10 اولاد شغالين. ماشي يا فلاش بالهارد نلعب ولا ملعبش؟ نلعب. ما انت بتقول معاك ترتيب عالي. معاك قلب؟ قول لي بالله عليك معاك قلب. لا معيش. انا كان معايا ستريت. خسرنا احنا كده. خسرنا فول. انا كان معايا ستريت. معاه فلوش. مش شرط. معاه فلوش. طيب. ايه هو اللي مش شرط ده؟ انا ما لحقتش اقعد على الكرسي اصلا. الولا زود 10 مليون عشان نفسه ينزلوا فلاش. نزلت له الكارت الولا راح يمول لنا على طول. صاحبي انا قال ايه؟ الليل ايه قلب ليه؟ انت معاك الاي دي اس؟ قالوا معايا جوز تبعي. ايه؟ معاك الاي دي اس؟ معايا الاي دي. انا معايا جوز. معايا 17 مليون. لا عماد خلاص خلاص يا عماد مفيش اماكن تاني. هما 2000 و 2000 فول. انا كده 60 شير. تسلم يا قلبي. بس انت ليه بتقول لي انا كده 60 شير وبتنزل الاي دي بعدها؟ وانا اديتك تارجت؟ هو انت بتحاسب على الشير ولا ايه؟ مش عارف كده. اللايف بيعلق عندي صاحبي. اللايف عندي تمام ما بيعلقش. المشكله في النت عندك انت بقى. بعتلك يا وحيد حبيبي. كسبت فلاوس افول مني. لا ما كسبتش واخدها اصلا. ما جالي فلوس وافول مني صعب يا راجل. دوله بتاعها هو افول منك. افول منك يا اسطى. مش افول منك. افور اهوت اهو. افور هو ممكن واحد يكسب مش في اللايف. هنعمل ايه؟ ايه ده يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ انا طلعنا بالحظ يا صاحبي. هي مش احنا مش طالعين اجباري هنكسبها يعني. في ناس مشتركة ب20 ايميل. انا اعرف ناس مشتركة بوقت من 20 ايميل. انا اعرف ناس اجارت سايبر يا صاحبي وفضيته كله للبطولة دي. واه والله. تخيل بقى اللي مأجر السايبر ده صاحبي ما كسبهاش في الاخر. يا جدعان انا السايبر عندي بتقفله بالليل دلوقتي. لو حب حابب يأجر المحل عندي 40 جهاز يا جدعان. معاك يا وحيد. يا عم يا عم فلاشتين قلب احمر قلب اسود. ومعايا ترتيب عالي وترتيب واطي. بص انا معايا كل حاجه. وانا معايا ترتيب متوسط. يلا صح. ايه انا مش هيطلع كلهم ايزر في نفسي. ايه الترتيب المتوسط دي؟ اللي هو من اول الستة لحد العشرة كده. ده كده اقل حاجه. مفيش من 6 ل 10 اصلا. هو 7 معاك 8 اكشلي. ده في ناس 6. اه لا معايا 8. المفروض يبقى معاك 8. انت قلت لي معاك ترتيب متوسط يعني المفروض يبقى معايا 4 6 9 10. ما هو 700 ألف هرميهم له بس الله. خلاص كسب بالشايبين. قوم اخد الملايين اللي في الجفت اللي انا في الصفر دلوقتي. اح ما انا جيت مش انت استنى عشان ديلي الصوم. انا معاك يا غالي. اديلك نص 5 10 كده. احنا ولا ايه؟ طيب 2 بنت 7 9. انا مش طالع بقى كاميرا بقى. فايه قاعد في الكرسي وقاعد العكس وبدل اح نصيب والله. في الاخر ممكن واحد داخل صدفه باكونت واحد ويكسب. اه صاحبي لا علاقه بالحرفنه مش شرط يعني. ده حظ. اه بس حرفنه برضه عشان دي اموها يلا بيقعدوا يعملوا. اسامة العب معاك. لا العب ايه؟ انا بقول لك معايا 2 وبنت و7 و9 ومفيش فيهم فلاش. آه. كلهم بوست. حضرتك بتقول 2 بنتين. اه تمام. بنتين. لما بقول حاجه دبل بتبقى جوز اصلا. بص خدها يعني. انت بتقول على ولد جاك وبتقول على الدبل جوز. ايه المنطق ده؟ منطقك يا صاحبي. رميته من الشباك من زمان. انت المسابقه جايه. اه صاحبي احنا مستنيين. اصلا هتبدا 10:30. حد مع شايب؟ اه 10:30 على كارفين 7:11 وبعد كارفين 7:12. بس زي ما لا انت عارف لا يعني. اه بص هنكول حد رمى. خلصت السياح صاحبي. انا معايا جوز جاكيت يا صاحبي. معايا جوز جدعان. طب نلعب على الفلاشات. انا معايا قلوب سودا و دبل دانجز قوي. ماشي صاحبي. الجيم ده ما فيهوش فلاشه صاحبي. انا عارف اقول لك ايه. ما فيهوش فلاشه يعني. انزل حته 30. احنا لو خسرنا هنزعل قوي على فكره صاحبي. الجيم ده واحد انزل له 30. ايه ده ايه ده ده هيك ده صاحبي ولا ايه ده صاحبي؟ بص الجاك اللي جاي ده بقى. ايه ده؟ ده 3. ايه ده؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر عليا. اوعى 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 عليا اخويا وحيد. ابعت يا ابني. سمك اللعب ب 15 مليون. 15 يا صاحبي. انا عايش في 15. انا رمي 16666. ابعت له ال 20 مقفوله. يا سلام انت تقدر. ابعت 25 يا وحيد.
ابعت لك 25 يا عم. يا سلام انت تغلط. ايوه كفو 27. انت معاك تقعد تلعب الليل ولا ابعت لك؟ لا معايا العب. معايا العب يا صاحبي. انا عايز 27 انت بعت لي 25 بس ليه؟ عايز ايه؟ مش عارف كنت عايز رقم 27. ابعت لك 2 مليون سلام. لا لا انا كده خليهم بقى 37. يلا يا جدعان نقعد على الترابيزه؟ يلا. يلا. انا مستنيك. لا عشان هو صعب يزيد في البطيخ. لا بطنه. هلين تعالى صح. انتوا رحتوا على ترابيزه تانية؟ انا كنت ماشي. انا جاي معرفش. انا معرفش ده. انا معرفش انت قاعد افتكرت كنت عشان جاي لكم. طيب جاي لكم. طب وانا يا جدعان هو ما وزعش يا صاحبه بيدي اللي خسر من كانوا بيلعبوا معاه المساواه بتاعت ال 2 مليار كمان ساعه ونص كده. لا كمان ساعتين الا حبه. كمان ساعتين الا 5 دقايق. ساعتين الا 5 دقايق صح. الساعه 10 ونص صاحبي توقيت مصر. الساعه 10 ونص الساعه كل ده لسه 8 ونص. كل ده يا صاحبي لسه بنبدأ اللايف. ده خسرت الملايين واستلفت وكانت شغلانه وكل ده نص ساعه. يا نهار ابيض. فين اللي استلفت؟ احنا قاعدين بالحب يا صاحبي. هنقسم في الاخر. بنشوف المكسب كام وبنقسمه. مالك فيها؟ لا ما انا بنحلق. بنحلق. ما فيش شايف البنك قبل كده. كتير على الدور اللي انتوا فيه ده؟ لا 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 لا. فلتت الحظ ده وحيد. لا 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 فلتت يا صاحبي بصراحه. سكارت انت بتشد بودره ولا ايه؟ كابو بيشد بودرة ولا؟ اه شد كل حاجة. عايز 10 عشان يشد تذكرة صاحبي. كابو بيشم جل بيشد كله وبيشرب بنزين. اشرف محروس بص اخو خليك بس متابع معانا في اكواد يا زميلي. في لسه هنوزع اكواد كل كود واحد فيهم بخمسة مليون غير الكود الخازوق اللي في الاخر ده زميلي. ده حاجة كده من فور الزمن. صاحبي بص يا اسطى هنسحب 6 نفر كل واحد يكسب كود بخمسة مليون وهننزل في اخر اللايف كود 30 نفر يستلموه بخمسة مليون برضو لكل نفر. وهنوزع لما نكسب يا صاحبي. ده غير بطوله ال 2 مليار ده. في دلع النهارده. دلع والله. بس والشابين ده على الترابيزه اول فلوس نزل محمود بريخه. انت جميل. عايز انام نيك. ايوه كم اكل الجبن. اس 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 معايا جوز ستات وانا معايا جوز اتنينات. بص لو شاب وبنت لو هناخدها بالمنطق بعد اذنك يا اسامه فلت تلعبش صح. بتلعبش البنات ولا ستات الناس صح يا جدعان؟ ايه بطولة ال 2 مليار ده صاحبي؟ في بطولة كمان اقل من ساعتين على 2 مليار. اللي هيكسب هياخد 2 مليار. المركز التاني هياخد 100 مليون. المركز التالت هياخد 50 مليون. العب ولا ايه؟ انت بتسألني وبعد كده تلعب بعديها بلحظة ليه؟ خد رأيك. العب فاهم. خلاص بسألني ليه طيب؟ معايا شايب وبنت ولا ايه؟ في واحد اسمه كريم بفلوسه زي حط الاي دي. يعني ايه كريم بفلوسه؟ مش عارف. عارف انا لو جبنا طلع بتاعي هعمل ايه؟ قول لي طلع بتاعك كسب وان بير اصلا. وان بير؟ احا لا واحد طلع منك وحش. طلع منك لا وش. وان بير طلع منك وحش يا عم. هو كسب فول. لا ما عجبتنيش. ايه ده؟ اعلى بليون اس اس وثمانيتين وسبعة. لا انا هفلت. ايه ده؟ لا ده ده ما تفنطش ولا ادي الديلر تب بلا بيروح. العب على الثمانيتين انا. طيب لما كروت ما بتعجبنيش بديله تب. اديته تب راح مخسرني. مش عارف. مش حد تب انا. قناه الحياه يا كابو. يا نهار ابيض كسب على 10 والثلاثه فول هاوس. بقول لك ايه نحطها قاعده. محدش يلعب لوحده تاني. قاعده حتى لو معاك ايه بالله. معاك اسين وشايبين وانت لوحدك بتلعبش. عجبني الاختيار بتاع اللاعبين كلكم. معايا ولدين وخمسه وسبعه. انا معايا ولد وخمسه وسته وثلاثة. فول ده كله. حظك النهارده مش حلو يا عم. هو انت حظك حلو يا عم. يلعبوا كريز ولا بتلعب كريز؟ انا كريز. احبنا صاحبي. احنا بتوع الامه صاحبي. ما يطلبه المستمعون. ما يطلبه المستمعون. مفيش غير زياد اللي طلب كريزي. عايزين نلعب ما ولا كريزي يا جدعان؟ تخيل افقل دلوقتي ودي وينزل الولد تاني. تاني ايه بقى؟ عاشر بقى. اذا فوتو كان عندك مناعة. طب وحيد هجرب يمكن تنزل. لا هجرب. قاعدة ما تلعبش لوحدك. ما تكسرش القواعد عشان ما همش اكسر دماغك يا عم. خويا بيحبها قوي. هو بيحبها قوي.
كان معايا 7 و10 يا عم اتفرج. هقول لك ايه بس هقول لك ايه كان معايا 7 و10 7 هينزل دلوقتي 10 تانية كان هيبقى معايا فول هاوس. هو مش هينزل عشاري تانية بس هي هينزل 10 تانية صح. لو نزل شاي ببقى انا ترتيب. انت عملت فول صح؟ صاحبي شفت صاحبي كنا نخسر خسارة بشعة. كنا نخسر تو بير. صاحبي مفيش راجل بيخسر يا صاحبي. انت كده غلطت في اللايف كله. لا قصدي يعني ان الفتره الفلوس دي مش خساره يعني. 95 وبنت. لا انا 95 بنت. طب يا عم يلا يا عم على الله. معاك 9 يا... لا 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 في الشلحات. صاحبي احنا هنجيب الرز كلها دلوقتي معاك. طب ازاي بتاعتك يا صاحبي؟ خد التسعتين اللي هتنزلوا. يلا صاحبي. لا 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 خد خد الاربعة واحدة. طب الجيم ده وبعت لي ملايين. خد الاربعة. اوف اوف. خد فلاش ايه؟ فلاش. والله ما عندي مؤخر خالص يا اسطى. استنى عشان انا كده ايه في الشر الحياة. انت قمت ولا رحت فين يا عم؟ قمت اه. ابعت لأسامة ملايين عشان واحد اسمه كوستوم اللي مش عارف ايه كده. عمال يبعت لي تريد. هو بيبعت لي انا برضه. سمعة عالية تقريبا. جاب الاداء دي مدين فده صاحب يعني. ايه بعد حب بقى بعد حب بعد لك 25 يا عم. ايه هي 25 معك دي؟ لا لا ماشي يا صاحب. لا لا تروزة معاشرة كده عشان مرقين بيدخلص. ايوه ايوه كده العب بقى تروزة معاشرة بقى واسحب 11 مليون بقى. لا لما تلعبش لوحدك انا شايفك قليل. لعبت وكسبت يا صاحب وجاي. الله عليك يا والله. وانا وش عشان انا شايف خليك لين يعني ما خليك لين. لا بس انا ما كسبتش كتير كسبت من اتنين بس. اما شغال برضو لا 30 مليون على صاحب عن طريق فريند الترابيزه مع 10. انا كنت معايا اول عن اخر كده 50. 50 ايه 50 مليون اسحب 10 بس كده. انا صاحبي انا هلعب الجيم دي لوحدي معلش. يعني ايه لوحدك؟ انا اكسر الكار. انت معاك دبل جاك صحة فروتو يوعى يا رايق. هو ايه يا جدعان في اخويا واحد اللي هينزل ام اللابو ولا ام اللابو قاعده معانا. هو ايه ما بيلعبش غير 10 ولا ايه؟ مش عارف بيحبش يقعد غير 10 صح. ميك سنس نيك. طيب انا معايا اس و4 و10 و2 فهقوم. انت بتقول له هو ما لعبش اصلا. بقولها اقوم بقولها اقوم. هو ما فلد اصلا. واح واح يا عم ما بيتكلموش عليك انت حبيبي. انا معايا ايس وجوز جاكيت خلي بالك. طب انا المريخ اقوم المريخ حبيبي صح. معاك 8؟ لا بس معايا جوز جاكيت. خوفوهم بقى. خوفوهم ايه؟ أنا مش هلعب معاك. انت معيش حاجه معيش حاجه عشان اللي ملوش قلب ملوش رزق. شفت انت بالتوبير بنعمل ايه؟ هو اصلا فلت. ما هو كل اصلا ما فاهم حاجه. قعدت يا ابني ولا في اي بقى؟ قاعد على الترابيزه ام 15 قلت لكم تعالى برضه 15 في بلوس فول. يا رب يا غيس يا رب. بس انا اتشنت منك خلاص. انا عمال اخسر. نم 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 نم. احنا لو ليل ما كانتش قاعد معانا كان زماننا طالعين من بدري. انا بديله مليان عشان اوفر لنفسي. متأكد ان دي 15؟ بخش المهم لك منهم يا صاحبي و اه والله يا اخويا. طيب انا هلعب معايا 8 وشجر وايس. طب انا معايا نفس الايس ومعايا فلاش قلب اسود ومعايا. طب انت معاك قلب اسود انا معايا شجر. حلو نلعب. لا نلعب. لا في حد بينفل ده اسامه. ما كلمتش صاحبي. مش عارف بس هو حصل. انتوا هينيمنا كلنا. طب انت خا وحش يا جدعان. فين الشربيني؟ الشربيني قاعد معايا اهو. متعود على الدلع ده. اوعى اوعى اخويا. اقل حاجه عندي يا صاحبي اقل حاجه عندي. اخويا. ماشي قلت لك العب على القلوب السوداء يا صاحبي. ايوه حسام انت كرهتني في الكلمه يا صاحبي مالك؟ مش عارف ماله.
انا ليا 20 مليون كنت رامي 20 مليون انا صاحبي. ها انت وانا ليا صاحبي برضو روق على اخوك كده. طب على اخوك بدل انا باقي معايا 20 بالظبط. لا 20 يا صاحبي، انا بص انا معايا كل اللي معايا 150 بالظبط. ابعت لي 20 يا صاحبي. انا معايا جوز 45 العدو. انا هبعت زياد لو ارشد، لو ارشد اشتري تاني يا زياد هروح عليك كب. يا نهار ابيض اخويا اخويا يا جدعان. انت معاك كام يا اصلا؟ انا معيش يا صاحبي. رجعنا تاني مطرح ما جينا اصلا، رجعنا تاني مطرح ما جينا. ايه ده يا اسطى، وانا ايه مكتوب على وشي رقم 2؟ ابعت لك. طب انا معيش يا صاحبي، غير معيش 70 مليون. انت برضه بيقول لك انا رامي 15. تعالى يا وحيد. ماضي بيقول لنا رامي 15 حلو، وماضي ما كانش قايل لنا ان هو يا عم قاعد معانا. حد ما عجبك والله. هو مين ده؟ ما نعرفش يا صاحبي. بص يا صاحبي بقول بعد كده. لا لا رب بيقول له يرميك من 15. بص يا صاحبي. لو انت بتتكلم بجد يا ماضي، لو انت بتتكلم بجد يابا، فانا هبعت لك الكرومن لكوب. مين اللي مات؟ بس الحركة غلط يعني. انا معايا لوب سودا تمام عمر ايس وبنت وخمسه وشاي. يلا حاجه نلعب معاك الرجاله فيها هنا. تعالى محي، تعالى محي نور زميلي. تعالى محي بص على الكروت زميلي واكسب وحيد. صاحبي كل يوم عشانك يا كابو، انت راس يا صاحبي والله. مين مات ما فهمش فيه. انا تلعب يا اصدر الموضوع ده. صاحب سعيد كان بيقول انا خسران معاكم 15، هو لو كان قاعد معانا من غير ما يقول لنا دي حركة وحشة بس طلع بيقص. خير انت قاعد في اللايف كده بس برضه يا صاحبي انت على راسي يا كب والله. حلو انا فاضل لي اتنين وابقى ترتيب. فاهمني بقى. بقول لك ايه ما ظهرش الورق. هما 2 مليون. ماشي يا جدع على 2 مليون يعني هيلعبوا كل قاعد يظهروا ورق. انت ليه حاسس ان انت قاعد بمليار اصلا؟ انت بتقولي ما زرش الورق، قلت ولا هيزود 20 مليون ولا حاجه. ما عدتش بكتير بقى عشان ما كده. حويط حويط ان شاء الله دورك، ان شاء الله دورك. بس حلوه برضه مش وحشه. انت معاك 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 ثلاثه؟ معايا وان بير البنت فاضل لي اثنين. طلع لي تمام تو بير. انا الوان بير اصلا نازل له بعد ما هو اعلى تو بير، بس لو حد معاه ثلاثه باي باي. حد معاه ثلاثه وبنت يا صاحبي كلها. بس انا مش عارف اقعد على الترابيزه النكس دي ليه. انا ما لحقتش برضه. الترابيزه بتتملي قبل ما انت تفكر تعيش. مصر كلها بتلعب كونكر يا جدعان. البدرجيه ولا ما بطيش البدرجيه انا. استغفر الله. والله ما بيتوك يا عم. عايز اقعد بقى. طيب طب نقوم نقعد على الترابيزه الثانيه عشان خاطر الرجاله تقعد معايا. ايه يلا انت قمت من هنا ما لحقتش اقعد مكانك حتى. والله فعلا صح، في واحد قاعد مكانه على طول. تعالوا كريزي. طيب تعالى نلعب كريزي. معلش تعالى تعالى جميل. معلش ايوه كده يا عم. بص بص حسام وش نور والله. ايوه 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 اخويا. الكريزي اللي بتكسب عليها بورق مش مفهوم دي. ما تيجي يا اسامه احنا مستني. اسامه 15 10 انا هو في كريزي 15 اخترعوها. هو كده اسامه خمس كريزي يعني. اقول له ايه؟ طيب 8 و10 روب سودا يا وحيد. انا معايا 7 وبنت قلوب حمراء يا صاحبي. بس فلاش يا صاحبي مفيش حاجه اسمها فلاش على خلدو. ايوه مفيش حاجه على كريزي اسمها فلاش. هي بتبقى ستريت اصلا. معظمها ستريت او فول هاوس. ايه معظمها ستريت؟ معظمها بتبقى ستريت او فول هاوس. خلدو ايه طب دلوقتي انا مر على بطل عمركم. تخيل بص الدنيا السودا اللي نزلت دي مفيش حاجه اسمها فلاش. فول هاوس فول هاوس هو كسب فول هاوس. بس انا بتكلم قلت لك هي هي ستريت يعني. ستريت او فول هاوس انت انا بتكلم تياويني. طيب لا يا عم انا اكسب الجيم ده فلاش دلوقتي. طيب شايبه 8 شايبه 9 شايبه دماغك خالص. انا 7 و9 ايه ده يا رب. الدور اللي جاي بقى حسام مستجد في كريزي بيت ده. حسام مستجد مش هرد عليك يا شلبي. في واحد معانا معايا 9 بيقول يا عم مش هرد عليك وهحترم الحمام اللي انت قاعد فيه. يا اسطى سمعتك يا صاحبي سمعتك خلاص بقت في الحديده صح. مين الحمام؟ كان في واحد اسمه اشرف او حاجه اشرف. لا لا بنتكلم على شربوك بس.
لا كان في واحد تاني يقول يا زميلي ما انت ساعة الجواز انا كنت في الحمام حصلت معاه مرتين بقى اسمه خلاص اشرف حمام. اسمه عبد الرحمن اشرف تقريبا. اه صراحة عشان ما عملت في الجيم بس نسيت اسألك الصلاة بعد اللايف والله يعني. ايس وجاك بلا ولا زيك يا والله والله قريته بصوته يا عم. ايس وجاك ها ماشي احنا هنلعب ايه ده بس انا فلت ماشي ايوه انا 7 و9 تاني. طب العب في العب انت العب انت بالليله تعالى موحي هنزل 10 دلوقتي موحي 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 الشرقاوي اول عادي يا صاحبي هنريز عليه هو اصلا فين اللي معانا في كام واحد معانا انا مش في واحد هو بس الفشخانجي اللي قاعد واحد بس الفشخانجي الفشخانجي هيفشخنا خلي بقى بص بص ده انا عامله ازاي اصلا اصلا خدوهم مش عايزهم الله لسه كنت بقول خلص الحظر خلص الحظر بتاع الشير بلغوني 1-6 ايام ما انت ماشي بس مش هرد عليك دلوقتي هرد عليك بعد ما بيعمل اكونتات جديده ويرجع لك اصل خدنا حظر طب ما تعمل بالاكونت الرئيسي بتاعك يا عم مالك فيه اه باشا باشوات ممكن نقوم من على الترابيزه كلنا اه الترابيزه دي فقر لا مش فقر في واحد فقر قاعد معانا الشرموطه دي وش الموتة دي فين اسم رمضان جنة فين دي ده زبون لو تعرف بس هو قاعد معنا في اللايف شو ما لا قوم من الترابيزة يا ابن العم بحس ان يعني حسام قبل ما يقول اي حاجه يلا روح روح بيسد من اخره ويتكلم يلا والله اه والله تعالى ربنا انا باجي ناحيتك تعالى يا حسام يلا استنى زميلي معايا جه مزمين حر هقلب الترابيزه الجاي انا ما بقومش اجري انا ما بقومش غير انا اقلب الترابيزه صح هو انت ده محي اقلب الترابيزه من الخضه صعب انت ما قلتش لحد حاجه محي فين اللي قلته في الكومنتات يا اسطى نزل له تسحب من المتنك اخر كارت خد مني الجيم طيب وسبعة وحيد انا معايا اشرب وبنت صاحبي وقلب احمر وحاسس ان يلعب صاحبي يلعب صاحبي اشرب بنت على الكنايس في الوقت فلد انت فلد انت سيب لي الدور ده اشرب بنت صاحبي ماسك ماسك ستريت 8-9 واد ماسك واد اس شايب فاهمني واد شايب 9 وهكذا واوقات كتير بقى بتكسب بيه فول هاوس او فلاش بقى اه عشان نكسر قاعده حسام نكسب قاعده حسام نكسب نكسر نكسر انا شايف ان هي تتكسر زلو فرد البيت زميلي السندال احا قلب احمر بقى نكسر دين ام القاعده دي بقى الله الله حد معاه دلوقتي فلاش بليس يحطه في لا لا ما حدش معاه دورك هنزلك هنزلك بنتي كمان يا بنتي يا فلاش شوية يا اسطى نزلت فلاش شوية يا فلاش شوية خلاص كسان طيب عيب عليك دورك دورك يا وحيد دورك لا واحد بقى معاه سواد فلاش يا دين امي حلو 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 اي اي ايه ده؟ هو ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا دي بيبي زون تو نو 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 9 و10 دايموندز انت انا معايا 7-8 انت معاك 9-10 انا معايا سام لا صح الكلب والله انا معايا 7-9 انا 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 كل ما اتكلم بقفش ليل قول يا اخويا بطرس حبه كمان عشان يا ابني مالك يا ابني في ايه يا ابني عارف مش عارف في ايه مالك انا اكتشفت ان ليل ده صاحبي بينافس تربونه صاحبي اقول لك يا وحيد ما تدي كيلو ده صاحبي اديله بان بعد اذنك بعد اذن حضرتك يعني لو ينفع ممكن ادي لمين بعد اذنك يا صديقي كيرو الله يرحمه صح ولا تزعل نفسك الاولى خاصه كان معايا ترتيب انا كان معايا ترتيب اللي كسب كسب وقابل لك 7 و8 احلى ورق كسب تو بير تو بير 7 و8 احلى ورق انا ما اعرفش انا ما بلعبش كريزي اصلا انا عايز اقول لك ان انت كنت هتكسب اصلا وحدك الجيم ده ما اعرفش يا صاحبي ما بلعبش كريزي ما حدش قال لي العب ايس و7 ليل تربو في نفسه ايوه اخويا هو فعلا تربو بيعمل كده جدع شلبي معي 9-10 انا معي 8-10 فولدن اه تاني ولا تشتمني محي بقول لك اه تاني ولا تشتمني تاني ايه ده محي هو انت اللي كنت جنى ما محي قال ان هو هيقعد بس ما اعرفش ما اعرفش ما حقك عليا محي معلش طب ما اكتب اسم الاكونت بتاعك يا زميلي ما احناش عرفنا ان انت ده بحسبك ربيع حقك عليا يا زميلي فور اوف كايند اللي جنبك ده فور اوف كايند بالولدين بابي انا كان معايا فور اوف كايند بس الاربعه كانوا فيزي
ايوه لو كانت ايه فول اوف كايند اسما على مسمى. انا 10 طيب. بين ده ايه سو بين انا قلت انت معاك ايه؟ معايا 7 و10. 7 و10 مفيش حد فلاش. انا معايا 10 وكينج ايه بقى؟ تعالى موحي، تعالى زميلي، معلش حقك عليا زميلي. انا وانت اسامه ايه ده، انت فلت ليه؟ يا زميلي ملوش قلب ملوش رزق زميلي. بتقول ايه؟ انا مش فاهم. انت معاك ايه؟ انا ماليش رزق صح. انا هلعب معاهم بالاس والبنت دول. طيب العب يابا، لعبهم مع الشناكل يا صاحبي. اقوى كارت بيكسب في الكريزي الايز يا صاحبي، معروفه معروفه. اخري اسامه عملك ميوت والله. تمام كسبني بوان بير وتو بير. تمام على الواتس بقى ليه حبيب اخوك. تمام يا لي ولا لو هتتكلم على اسامه على الواتس ولاش غباء مع الواتس يعني ايه مبدئيا مش على الواتس بقى ليه؟ على الواتس ده ليه؟ لان هو عايز يتكلم معايا 9 وبين. لا يا عم مش فاهم، معلش اخواتنا اللي بيعملوا من على الواتساب عشان هتلاقوا في مره كده الجروب ده اتمسح من الدنيا. معلش انا كل ضيق والله. الحاجه الوحيده اللي بعت نوتيفيكيشن هو المنشن. المنشن ده هو الوحيد اللي بيخلي تليفوني يرن، فالتليفون بتاعي بيرن على حاجه تافهه بقوم متعصب. طب ليه؟ طيب اللي بنحنا احنا هو اللي كان بيعمل منشن صح؟ بص لو حد عمل منشن او حد عمل ريبلاي على الكومنت بتاعك بيجي لك نوتيفيكيشن. تمام اللي هيجيب لي نوتيفيكيشن تاني هخش اديله بان، اديله بان اللي يمسح الجروب. ده كان قد الدنيا عادي، هنعمل جروب تاني نضيفك تاني بسيط تاني. مصمم بقى بنت وتسعه تاني وبعدين هو يبقى هو رمضان ده زميلي هو ال انا بعت له بوسه وخلاص. يلا انا نروح. انا معايا جوز تمانيات يا صاحبي، معلش المفروض ما العبش بس انا اسف يعني. لا لا المفروض تلعب. مين قال المفروض؟ لا لا خالص، التمانيات دي دايما بخسر بس انا بضعف يعني. شيك 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 ماشي. الله انا كام واحد تمام انا ولد ابقى ترتيب صاحبي. الدور ده بتاعي لاموس المعرض سمعته غير يا صاحبي. شيك بقى محدش يرمي جعان بعد اذنكم، محدش يرمي جعان معايا جوز تمانيات، محدش يرمي. المعرس اللي هيرمي هنيك كرم، وخد لي بالك يا عماد. اهو مش انا حاجات شال عندي انا عم. يا عم يا فاضل لي ورقه على الستريت راح العب. والله العظيم خد ال 10 اخر كارت يا وحيه حبيبي. فلت فلت الجبان ليه؟ واحده يا وحيه يا ادمها عندك وطلبت وبنت. خلي بالك ولا محي خليتك بنت محي. طب هو عمال يزود يزود معاك يا لين هو بيلعب بطريقه غير مبرره. استنى بس استنى ارميله انت بتخاف منه. ادي ادي يا اخويا وحيد. لا بطرونه في نص الشارع. العب يا حنيته العب يابا العب يابا. ادي يا وحيد يا رايق اسكت لوش. قلت لك خد ال 10 اخر كارت. لا يا اقل حاجه عندي يابا. نزلت له 10 عندنا عندنا حلوه ال 10 دي يا زميلي. انا رامي 20 مليون خلي بالك. انا رامي 14. ايوه انا رامي 20 مليون في القعده دي. ايوه 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 الصحاب. استنى بس عشان اشوف الراجل ده ليه. الراجل ده ما لعب 10 مليون. هو محي ليه عنده 10 مليون عشان ما ننساش بس صاحبي. مين محي؟ محي 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 الشريف. محي ابعت يا صاحبي الاي دي بتاعك يا محي، ابعت لك الفلوس وحيد خلد. ايوه انا قمت يا صاحبي عشان اشيل. انا معايا جاكو كوين بدوي. ما كفايه كريزي دي ولا انتم مكملين عليها؟ انا على الدربي سائرون اصلا. ونديها توزيعه بقى، نديها توزيعه لابونس. عاوز بس ادي بس الملايين للرجاله صاحبي. انا رامي 20 مليون يا صاحبي. في ليه 20 مليون يا صاحبي؟ اقعد على جنب بقى صاحبي. انا رامي 20 مليون يا صاحبي. ليه 20 مليون؟ تاكل هتاكل ميل يا صاحبي، تاكل ميل. ايه محي؟ محي فين ايديك يا ايديك يا اسطى؟ اهو صاحبي بعتوا لك ديسكورد يا صاحبي. المحي بعتوا لك ديسكورد هتلاقيه اول واثنين كده. ايوه ايوه 98 اديها توزيعه بس يا جدعان، بس نرجع ملايين محي وبعد كده نديها توزيعه. وانا ليه 20 مليون يا صاحبي ان شاء الله. نزل نزل الاي دي بتاعك في الكومنتات مع الرجاله يمكن اشوفك. والله يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. وشاط الكوره وجول. الواد ده حلو زي السن. يا رب ساتر يا رب. بيفتح اكونت السل ياخد منه 20 مليون يا صاحبي. ملايينك برضه انت بتعمل ايه؟ ملايين. يبقى انا هنا شريت بنسبه كام؟ فاخش اخد تمام. احسب انا النسبه بتاعتي اخش اخد اكتر منه. زياد مجدي زياد مجدي محمد. لا عشان انت خدت زياد مجدي بس لحد دلوقتي.
وخدت خالد ام فؤاد. خالد ام فؤاد خد صاحبي، خد صاحبي الجد رمضان يا صاحبي، خد عبد الله ضاح يا صاحبي. تعال عبد الله هناخد ياسر المصري عشان ده اللي جاب في ايدي دلوقتي. تعال خد زميلي، بحاول الايديات بتطير، بحاول زياد رمضان. عبد الله ضاح يا زميلي، يخرب بيت ام الكومنتات. تعال ضاح، ايوه طب استنى عشان ايه، انا كده خدت خمس اسامي، نسحب كمان خمسه ولا نعمل ايه؟ طيب عشان انا موزع ثلاثه منهم على النظر. تخيل انت ممكن تقعد في اللايف توسط افرك عادي، محدش شايفك اصلا. ادى انا انت محروم يا اسطى نيك يا اسطى، انا قاعد بتبوس اصلا. دي معلومه كانت شايفها نورا في اللايف اسطى. ماشي هو كيرز يا اسطى، وراك في البلد محدش يعرفك فيها، اجري وشلح باين، شلح واجري فيها مثلا. ولاد الشرقيه دول عارفهم انا، بس مش من الشرقيه ده صح. انت كده بتغلط في كاب وبتغلط في شرقي وبتغلط في كل الناس اللي بتاكل فراخ مش الاوراق. انا رايح الشرقيه الفتره الجايه. يلا رايح الشرقيه الفتره، اجيب لك فرختين لما اسلامي يخلص جيش، اخده واروح افسحه في غيطان غرب الدب. هتفسح اخوك في الغيطان؟ هيا زميلي شم هوا ناقة زميلي. هوا ناقة؟ مش عندكم غيطان ولا رغيتوها ولا ايه؟ طب انا بعت اتنين وفي تلاته قافلين، عدي عليهم تاني ما فتحوش خلاص، بوفروا لي مليان. محدش يعرف القصافه فين؟ ادي في واحد كده طار. اح في خالد دوشه والله ما كتبتش يا ابني. تايمنج ادي اخوك كاب يا عم، كاب عمال يحط الاي دي ويعمل ريبلاي، اديله بان يا عم بزبام يا صاحبي. اسبام يا صاحبي، كاب واخد قلبي يا عم. انت فيه انا مسميه يعني. انت فين يا كاب؟ فين يا كبو؟ اه يلا مش طايق. اه يا ليل فين كبو يا كبو؟ فين يا صاحبي اللي كبو بيسبام يا صاحبي؟ انا مش شايف له اي دي مره واحده حتى. صاحبي اي دي بص بتاعه 8 اغسطس 4 2 4 3 1 9 3 0 5. ايه ده ايه ده، ده صوت عند مين؟ لو سمحت لا 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 ده عند 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 لو سمحت واقف في اللايف اسمع من السماعه، بعد اذنك ارفع سماعه التليفون، بعد اذنك احط التليفون. احمد اخويا مش احمد اخويا، نوطي صوت التلفزيون ونسمع من التليفون بعد اذنك. انا مش لاقي دي بتاعك راح كده، مش لاقي دي كبر. املولك تاني يا باشا، 8 اغسطس 4. طب استنى 8 اغسطس 4 2 4 3 2 4 3 1 9 3 1 9 3 0 5 0 5 اي خدمه. ابعت لي زميلي بقى المنيه توصل لك بقى يا صاحبي، عشان انا اللي بعت لك الجايزه دي. خد يا كبو، انت ما تاخدش 3 مليون زي خالد يا صاحبي، انت تاخد 1000. ايه شغل التعريض ده؟ اه صاحبي تعريض يا صاحبي ده بقى. يا صاحبي انت بتتكلم على اي حد ده؟ كبو ابعت لي ايدك كمان، ابعت لي ايدك كمان. انت معكش 4 9 انا؟ اه ده بعت لي نوب واحد تاني بيبعت لي بتاع زميلي. مين ده؟ 4 9 1 4 9 3 0 4 9 3 0 4 2 9 4 2 9 واحد خمسة تلاتة تسعة. واحد خمسة تلاتة تسعة مين ده؟ واحد في الكومنتات ده كيرو؟ ايوه انت جاي معاك بكده يعني؟ صح بقى، مش هو تنزلكش كلمة صح؟ دوله مع ان مديله بان بالاكونت التاني عشان خلاص احسن من شوية والله. صعب علي نيك. ماشي يا صاحبي خد 3 مليون. اتنجزت تاني ما تشغلش دماغك عشان دماغك مش شغالة يا صاحبي، انت اغبى من ان انت تشغل دماغك. يا عم ما بتقولش للناس كده يا صاحبي، ايه يا صاحبي؟ ايه يا صاحبي ده صاحبي؟ انت بقيت ليه كده؟ ما هو غيرت خلي بالك، جاي شغل غيرت خلي بالك. يلا بينا مش شغالها يا عم، الدماغ معموله ليه يا صاحبي؟ مش هشتغل، حول الله يا رب. ونرجع نزعل نقول الناس اغبياء ليه؟ وانا قفلت اللعبه ولا ايه ده؟ انت فاهم انت عم، انت مش طالع ستريم، مش طالع بكاميرا، انت تعمل اللي انت عايزه يا باشا. ريد زون هتروح على انهي وحيد؟ اسم مكتوب وحيد، اسمك مكتوب 10. ليه اماها تاني؟ ليه اماها تاني؟ كانت ماشي. استنى جاي موضوع، انا اديت لك اب نصيبك يا موضوع. في ايه يا صاحبي؟ عيب عليك. الحاجه بتاعها دي فشيخه عم ده شيكو، لسه هنوزع تاني وتالت ورابع وخامس وعشرين يا صاحبي، اللايف طويله مالك يا صاحبي؟ على فكره انا معيش غير 20 ولا يهمك يا كيرو، خلاص يا كيرو. واحد يوم واحد يوم، ما تزعلش نفسك. وحيد استناني بقى، انا هفلت استناكم. خلاص بقى كفايه ايدات في الكومنتات يا جدعان، لما نيجي نوزع تاني ننزل ايدات. ولا ولا كاب ما دخلش قال لي ميرسي ولا تسلم يا بيبي ولا اي حاجه. لا لا خلاص صح يا بيبي. ولا خد الملايين وراح شد بيها على طول. ك
اتكلم عيدا عمك قبض مين معك ستة واحد برا هم عمين واحد بيدق والتاني بيتنك هو مين فيهم خلت في مرة على الشات لقيته قاعد بيشغل دماغه على واحد من اللي شغالين مش عارف كان عايز يبيع له ملايين حمرتين لا ده كان كسبان معايا عزو لا لا داخل يبيع له ملايين حمرتين دول اقل من 100 لا طب بص ما تبعتش فلوس وفي شويه كده ابعت لك تاني اللي هو ايه لو كسبت ابعت لك وبعدين فلوس مره واحده يبقى انت فوق ال 100 فبتزيد عليهم 260 ده لذيذ ده قطعت الحوار قلت له بقول لك ايه ما فيش حوار ده تاني عادي 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 يا صاحبي هو كامل صاحبي رول از رول يا صاحبي بنحط الرول يمشي عليها بس مش مقابل بس مقابل لما بيبعت لي 50 مليون بحسبه كانها فوق ال 100 عادي احا تقبل زميلي مش اي حد زميلي انت فيه قلنا يا صاحبي نجيب محاسب للشغلة دي عشان الشغلة كده مش عاجباني لو جبنا محاسب صاحبي انا ما عنديش ما عنديش تعريس في اكل العيش يا صاحبي انت بتيجي السايبر عندي مش بحاسبك على وقت ما تحاسبنيش قولوا لي ان حد فيكم معاه قلوب لا صاحبي يا قلبي لوحده كفايه يعني هتكسب انت اصلا ان شاء الله انا معايا فرد الثمانية بتتهان يعني هتكسب انت اصلا ان شاء الله فاضل لي خمسة على الترتيب بس ما انا اقصى طموحي في الحياه سريق فكانت لو نزل الثمانية ادي تو بير بيت هان مش لناش اي علاقه بيه انا معايا وان بير يعني احمد ربنا انت معاك تو بير خد خد فول هاوس يا اسامه اسامه خد الفول هاوس يا ابني الدور خلص الدور بس بس يا ابني في شكروت تاني هو انت بتلعب بكر من المريخ ولا ايه اللايف متاخر صاحبي يا صاحبي اللايف عندي متاخره ما تكسف يا شباب يا وحو انتشني واحد على الديسكورد يلا لقيت عيني ليا 8 شهور بسمع لايفاتك وعمري ما خدت مليون وحيات المصحف ما بكذب يا اخي 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 اي حد انت بتعرف ان دي كده ياخد بال تعرف ان انت جربت كتب تاني اديته بال الله اي حد يكتب الكومنت مليون مره كده في الكومنتات ياخد بال قدام مين اللي بلع مين اللي بلع جاموس ده مين ده انت بتعمله ايه بتعمل اصلا بلعب النونو هو قلب كوب ولا بيتهيألك يا جدعان قلبت منه كوب ايه والله انا في حمام ومش شايف قدامه يا صعب انا قاعد على الحرام من الدنيا قاعد في الاوضه معايا 2 و3 وولد وشايب يا وحيد العب انا لا طب فكرني زنك لابوك قلت لا يا اسطى انت بتاخد رايي ليه طيب والله ما والله العظيم انت قلت انا مش عارف لاعب كان معايا فول هاوس وخسرت اسكت بقى ما تستفزنيش انت مش سالك يا صاحبي انت مش سالك يا صاحبي اهو والله فول هاوس اهو معلمك انا جدع احنا اربعه ترابيزه صح تخبط الجيم بظهر ايديك احنا اربعه زميلي قدام ثلاثه احنا احلى وخسرنا هو بيقول لك انا قعدت معاك يا وحيد انا بقول لك شفته انا بقيت عارف اكونت الجيم ده بتاع زميلي كله يخبط فولد خلصت اقعد على جنب طيب اقعد على جنب طيب الجيم ده بتاعي اخبط فولد اقعد على جنب طيب وحيد هنزل وحيد هنزل اربعتين دلوقتي براحتك مين هنزل اربعتين وحيد هنزل اربعتين دلوقتي ما ينفعش اخر اربعه واحده انت معاك اربعه خلاص هنزل له بنتين انا اللي هكسب يا جدعان يلا احمد انا معايا اربعتين اقتم ايه ده نزل الاربعه يلا اوبا صاحب اللي ملوش قلب ملوش رزق تعبيط ولا ايه؟ اربعة اللي ما نهزرش احنا صاحبي في الشغلة دي خلي بالك مش غلط يا صاحبي ما تقولهاش غلط اضرب مثلا صح طيب معايا دبل ايس ومعايا قلوب سودا وخمسة وعشرة انا معايا قلوب حمرا مين عشان راجل بس احنا كده معانا ثلاث فلاشات ارمي 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 معانا ثلاث فلاشات ارمي 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 يا غبي العب شكرا صاحبي انت بتلعب معانا ليه طب لو انت مش هتلعب معانا كتيم صاحبي اللي ملوش قلب ايه؟ طب انت قلت ليه بقى؟ يعني انا ماليش رزق يا جدعان الجيم مش بتاعي انا عارف بقول لك ايه صاحبي ماشي بالسنس يا ابو هو حد فينا كسب هنرجع لك الملايين يا صاحبي شوف بقول لك انا اهو بيقول لك وحيد بالله عليك ارسل لي 100 مليون عايز ابدل الايفون بتاعي ب 15 برو ماكس الله يرضى عليك موحي فلوسك مع اسامه مش معايا يا موحي ايفو ده انا شفته في مره على البيز بيز بيم كتير على ال ايه على ال اسمه ايه دوت مالا يا امك عبيد ابعت بس الموحة صاحب العشرة مليون اللي تكسبتهم منه انا دور اي زميلي ما بص انا معايا جزء اربعات انا معايا اربعة معايا ايس دي قاعدة تاني خش 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 الله اصبع عبيدي بقى كوميدي كده مرة واحدة يس انا معايا دايمون شايب وبنت واتنين وتلاتة العب رزق عبدو كانت رزق عبدو مش بتاع عبدو رزق ده اسمها بتاع صح ده رزق بتاع ده يبقى ايوه هو ده عيد
فولد وحيد انت اسعى ما تصورناش يا صاحبي. شغل موسيقى من باك جراوند كده بتطلع كده زي البتاع. ايوه اشتغل مين مع شجر؟ ايوه اشتغل سامع اخويا مع شجر. يا معرس يا معرس مفيش غير انا وانت بترمي ليه يا صاحبي؟ افرض انا دلوقتي كان نزل لي خمسه ثانيه ولا ايه؟ تعبيط يا اسطى. اوت محسن من نزل لي خمسه ثانيه لو كنت قعدت كنت هيك. حلو انا اللي عندكم 30 مليون صاحبي. ما كسبتش صاحبي، هنضحك علينا في الجيم ده. انت كسبت دورين ورا بعض مني. حصل مفيش حاجه من حد صاحبي. واللي ليه عندي جني يسالني بيه يا صاحبي، هات شيكاتك اثبت. 4 و6 و7 و8 وشجر يا وحيد. انا البدنت صح مش عايز. قلت لي الشجر البدنت مش عايز. ايه البدنت مش عايز العب ليه يا اسطى؟ انت اللعب معاك يبدو بلد بحاله والله. لا 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 بتاخد بقى كتير كده ما ينفعش يعني. انت زعلت عشان خساره؟ طب ما فيها يا صاحبي انا عادي يا خساره يا صاحبي. بس انا مفيش غير انا وانت بترمي ليه يا صاحبي؟ افرض دلوقتي واحد تاني اللي كان كسب كنت عملت في وشك ايه انا دلوقتي؟ مفيش منه الكلام ده صاحبي. الجيم بتاعي اللي ملوش اي ملوش لازمه عشان انت عارف ان انا اللي هكسب. ايوه ده انا معايا 10 مليون يا جدع. بتجري ليه طيب؟ بتجري ليه؟ خايف نفسي زميلي هديك مليون وخسرت والله. ما تقلقش يا عم مش هخرم عليك مالك فيه. فكك مني انا اتبضنت. بس انا ما بحبش الملايين يا صاحبي، بحب اللعبه الحلوه. اي ما دي لعبه حلوه يا صاحبي. تعالوا بقى يا جدعان نلعب الدومنه الجديده نشوفها ايه اخبار. تعالوا ايه ده؟ تعالوا بقى نشوف الدومنه الجديده اخبارها كده. عايزين نلعب بس على شقاوه كده. تعالى انا لا لا بضنا ما بحبش العبها دي. صرت العبها خليك صاحبي. عيب عليك يا صاحبي ما تصغرناش يا جدعان. في نوعين دومنه جديده نزلت اكيد عرفتوا يعني. في نوعين دومنة جديدة نزلت. احنا هنلعب دلوقتي الكوي كوي الكيوي كيوي. معيش غير 14 مليون، هتعمل ايه بقى؟ تعالى صاحبي على الدومنو الكيو كيو اللي تحت. يا اسطى ما حدش بيعبرها اصلا. ما عشان ما حدش فاهمها. انا بقى اشرحها لكم دلوقتي عشان انا قعدت ادرسها كتير بصراحة. انا هنلعب يا صاحبي انا وحسام واسامة وبرضه محي هيجي معانا. لا كيرو انت برضه بتكتب تاني سبام. كيرو تاني سبام تاني مليون كومنت. كيرو خد يا عم بابا الاكونت. هتروح على اني واحدة؟ تعالى صعب على مو 100000. طب دي فيها انفايت عادي ممكن على دوت جوين ولا ادخل يا باشا؟ يا صاحبي ادخل اتفضل. بيت بيت هي رباعي اصلا 100000. هي رباعي في الغالب. بصوا يا رجاله ثانيه بس يا ريت ما على طول الليل. بصوا يا رجاله دلوقتي احنا عندنا هنا جوزين ورق 2 و2 صح؟ لو احنا شكلناهم اعلى حاجه 9 اقل حاجه 0. اعلى حاجه في التشكيله دي 9 اقل حاجه 0. بس في شويه هندات يا صاحبي بتخليك تكسب. يعني ايه ثانيه واحده؟ اعلى حاجه عندنا ال6 ديفلز. لو انت عندك الاربع كروت بتوعك كل كارت فيهم مجموعه 6 3 2 4 1 5 6 0 دي اعلى حاجه. 4 دبلز لما يبقى معاك اربع بفات. لو معاك ورق كله صغير، لو معاك ورق كله كبير. هي الليله كده. فانا دلوقتي معايا 8 و5. هو لو هو معاه فرده اعلى مني وانا معاه في الفرده الثانيه اعلى منه هنقسم المبلغ عليا انا وهو. ايه يا اسطى في ايه يا اسطى؟ يعني انت صاحبي انت معاك كيو كيو يا حرص. انت معاك ورقه عادي يا صاحبي. اقسم بالله ما بعرف العب. انا شفت كتب لي كيو كيو قلت انا هكسب رحت. انا بص انا ورقي عامل ازاي؟ لو ما نزليش ورقه ثانيه عدله خلاص انا كده بره. ايه يا اسطى انا مش فاهم حاجه. واحده واحده هتفهم مع اللعب. مع اللعب هتفهم. بص انا هنا اعلى حاجه في الفرده دي انا اعلى حاجه كده خلاص. طب ما استنى بس لحظه. اعلى حاجه ده اللي هو كام معلش؟ 9. 9 انا هلعب على ان كده كده هبقى اعلى حاجه في الفرد دي. لو واحد معاه هنا 9 ومعاه في الثانيه اعلى مني برضو هيكسب. يعني بعدد البوينتات ولا مش بعدد البوينتات؟ لا بص يا صاحبي بيتحسب ازاي. لو انت اجمالي الاثنين اللي معاك تحت ال10 بيتحسب بالرقم. لو انت فوق ال10 يعني مثلا انت 18 بيتحسب ب8. بص انا معايا 9 و1. انا معايا 9 و3 فانا كسبت. وعلشان ليل معاه 7 في الثانيه وهو اعلى مننا احنا الاثنين في الخانه الثانيه كسب مننا. انا ما اعرفش اصلا يعني يعني لازم تكون اعلى في الخانتين بالظبط. لو انت اعلى مني في خانه وانا اعلى منك في خانه هنقسم المبلغ. وربنا انا بلعب أيوة خلاص. انا ما اعرفش مش مجموع الاثنين يعني. معلش هو نوع الدومينو دوت كان اتشهر في بلد ايه؟ معلش ما حدش قال. المكسيك صح؟ طب هو كده في المكسيك. ايه الورق اللي مقرف ده؟ الورق الاخيرة نزلت لي ايه بهدلت لي الدنيا. انا كده بص معايا ورق ضعيف في الناحيتين. انا معايا 8 و9. انت هتكسب. هو اللي هيكسب. انا 8 و0. انت كده كسبان اصلا. يلا يعني هي مش بعدد نقط الورق هي لا 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 عدد نقط الورق لو فوق ال10 بيتحسب. يعني انت لو معاك 11 بيتحسب لك بنقطة واحدة بس. واحد بس. معاك 12 باتنين. طب لو زاد عن ال 20 يعني 22 بتحسب لك ب 2. هي كده بقى. هو انت جربوا الجبل ده.
الجبل في الشيخ هنروح دلوقتي. بس انا بحاول افهم بقى فاهم بس الناس الكواب بتاعت الكوية عشان انا بحب العبها صاحبي كيو كيو انا بحب العبها بس ما بلاقيش حد يلعبها معايا. انا ساعات بلاقي كده في اكونت من اكونتات الشغل كده لعب دو بوكر وبتاع ما بقى بلعب دو بوكر انا بستغرب برضه. بصوا يا جدعان احنا مش هنخاف لان احنا هنا ضامنين ان احنا يبقى معانا فرده ضامنين معانا فرده الا لو حد معاه بقى هند من الهندات الكبيره. انت بتعلي عليا يا اسطى طب قول ان يلا هتخوفنا. أبليه بيداري كده ولا هو داري بنا أبليه حيرني وليه يهجرني إيه ده إيه ده إيه ده طلعت أقل حد فيكم كده في الصف في الصف. طب اللعبة دي يا جدعان مش لعبتنا احنا نجرب الجبل بقى الجبل دي بتاعت كابو يا لو كابو يجي تعالى صعب تعالى 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 الجبل مع بعض الترابيزة برضه مميتة انا ما بقيش معايا غير 4 مليون قبليها بقى هتلاقيها ب 10000 عشان 100000 يا ناس ايه ده لا لا انا عايزين نلعب مع ناس تعال انا دخلت اصلا مع ناس انا قعدت مع وسام ومع ناس بون مع كزبون دي اللي هي ثلاثي عادي ايه ده ايه ده ايه ده بس شايف ليه كل ما حد بيبوظ بيفقع 100000 حلو ايه لا ده مش حلو حلو انا مهمتي ان انا اقفل اللعبة بس لو قفلت انا كسبت يعني ربنا يسهل كده قفلتها صعبة اصلا انا عارف انت اللي معاك البونجات ربنا يستر ان شاء الله انزلك بلطة تسلم اخوي تسلم ريه دي قفلت لما قال ورا بقى ولا اكس معايا 8 بونت انا معايا 4 حبيبي اقل حاجة عندي والله ايه كده هتخلص لعبة بقى ابعت حاضر انت بعتش لموحي الفلوس لسه انا قلبت العيال انت قلت لي حاجه لموحي اصلا اصلا انت كسبانه في 10 مليون قلت لك ده امتى و20 مليون مني انا عايز انا معايا ما اخويا حبيبي كلك واجب يا صاحبي والله وحيد الكومنت بتاعي ظاهر كومنتك ظاهر على نيل كومنتك ظاهر يا انتوا ده انت روع عليا كده يا بنتوا انا قمت من معاكم ازاي طب انتوا رحتوا فين عادي يا صاحبي هنتجمع ده على الترابيزه ماشي هبعت لك يا محي انا خدت دي بتاعك عايزهم دلوقتي اما لو في دور اقعد عادي لما تخلص هم بعت هنروح يا صاحبي بوغ بس قلنا نهدي اعصابنا شويه قبل البطوله كده فيها صاحبي بطوله على 2 مليار ووجع دماغ دلوقتي عايزين نهدي شويه اعصاب عمال اجلي عشان زبون بقول لك ايه بيقول لك يا وحيد معايا واحد صاحبي بيشغل دماغه يروح يجيب مليار ضعبط ده مش تشغيل دماغ ضعبط هيتسحب منك يا صاحبي رسوم بالعبيط يروح يجيب مليار منين؟ انتوا فين يا جدعان؟ انا في دول قاعد على طبريزة طبريزة الدومنا؟ يب طب قوموا بقى من على الدومنا؟ تعال نلعبوا معا انتوا مش عارفين تقعدوا معايا على الدومنا يا جدعان وانتوا طب اطلع ازاي؟ ما بيطلعش لازم اخلص الدور انا مستنيكوا عادي مستنيكوا مش هروح العب على اي طبريزة وسبتوا جودع 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 انا خلصت الدور موحي 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 الشرقاوي وخسران كام 10؟ خد زميلي 15 زميلي يا سلام اسامة ابو قلب كبير اسامة اللي بيضحي اسامة لك زميلي 15 نعم اسامة المضحك انا غايب طيب مين مات؟ ما انا بابي كبير بابي عنده لايف كنت عايز ان انا في الدومنة دي اسال شلبي صاحبي انت لو فلح كنت جبت انت ملايين وفلحت وكسبت مات 1-0 يلا معيش غير 7 مليون يا وحيد 7 مليون ابعت لي بتاع اول عن اخر بص هو اسامة واخد منك 30 صح ياب طب ما انا يا جماعه هشغل كوكو ميلون بقى 2 7 3 0 ثانيه انا قاعد على اوكي 8 2 9 8 1 9 7 3 0 8 2 9 8 1 9 2 8 1 9 2
بنلعب القهوة مش اللعبة. الاتنين واحد امين. اللي بيعرف يلعب القهوة هيعرف يلعب في اللعبة. ما تضحكش على نفسك. لا ارحمك. تعال على ترابيزتك كام يا وحيد. انا قاعد اي حاجة قبل ما تيجي بس كنت بسلي وقتي. جاي لك يا غير. لا ما تجيش انا قاعد على 5 فور هو ما قاعد على 9 صح. انا اتهنت صح. انا اصلا قعدت مكانك. طب تعال صح وريم. انا مع الحدش على الوبا. قوم. انا اتهنت صح. والله هتروح فين بس ولا. عايز اخد حق صح يا اسطى بفكرني اعمل حوار اعلانات اليوتيوب ده يا اسطى عايز ايه تعالوا الفوم بغلط الترابيزه فاضيه ده مرار ده طب بقول لك تعالوا 5 تنفور 15 يلا جو 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 مالك معايا جاك واربعة الاتنين دايموند 85 انا عايز اقلل من الفريند دول عشان ايه ما مش نافع كده عشان اعرف اجيلك على طول ده معاك ايه يا اسطى معيش ورق لا بلا ما تكسبني هتكسبني شايف كده يعني قلتلك معيش ورق صح والله معك جوز بنات ومعك جاك اصلا يعني انت بتلعبش بنات الناس معك... بتلعبش بنات الناس اوعى تقولي انك معك جاك كنت تقولي انك معك جاك انت معكش جاكين عشان اقولك معي جاك اتليست معي جاك معايا صاحب 4-5 ولد وبنت بس معايا كلها نوع واحد من الفلاش كينج وثمانية وبتاع بلح الله معك 5 بس هعمل فيها من بنا انا مش هنا انا معرفش انا مين انا مش انا ايوه اخوك شكل معاه وان بير دلوقتي فرحان بالتو بير اللي في ايده يلا هيرمي يا عم خدهم يا عم لا تخوفنا كسبنا من الزبون 40 مليون زبون ماشي توزعت وحيد كله خرج من اللايف صح بقى عادي يخرج لازم يخرج اللي عايز يقعد في بطولة دمار دلوقتي جاي الناس كده كده جاي حد فيكم معايا اس انا معايا جاك بوكينج و3 و5 ارفعوا اللعبة يا جدعان ماشي ارفعوا اللعبة يا جدعان اسامة على الجانب الاخر بيفلت قلت كان خلاص عمل فلوس عاش اوه اخيرا الحمد لله على السلامه اقل حاجه عندك الدبل اس بي لا يا صاحبي والله يا ابني بص في ناس كان بحسبهاش معاها والله والله عليك بتحسب معايا انا اما انت مش من الناس دي اكدب يعني اغشك لا طب انت روح وش عشان تديني ملايين يا اسطى ايه ما تصغرناه حاسسني انا بروح العب بيهم يعني امور يعني انا اخي بلف في الشبايات بشتري شوية ريليكات بشتري شوية بتاع ازاي بقعد بدرج على الدومن وانا اعمل نفسي نايم لا ازاي يا صاحبي لا ازاي انا مش حق يا صاحبي انا مش حق اصلا في توزيع ملايين في توزيع ملايين يا محمد طب في توزيع ملايين وفيها توزيع اكواد معاك بنت وحيد لا طب ايه انا شايف ان احنا نوزع الاكواد صحيح انا معايا جزء اربعات وانا جزء اربعات طب ما ايه وانا يا بنتين ما يفلدوش بقى ما تفلتش بقى أوف. ده انت جميل تعالى انا خفت ربنا يستر انا خفت انا عايز اربعه أيوة. بقى وانا بنت انا عايز بقى. حد مع فلوس اربعه مفيش فلوس اوف انا خسرت لا باظي باظي يا ديني على الواد قلبنا بتوبير زباين احنا والله يا عم زباين والله هيك زباين احنا اصحاب مكان يا باشا بص جات لي السبعتين اللي نزلوا دول هل دي علامه يا علامه يا مارد بص لك كده الجيم اللي فات بفكرك بحاجه خدت سكور عشان ما تنساش انا وانت وحيد فلت انت معاك ورقه حلو سبعتين واثنين وثلاثه يلا وحيد وعلى الله بقى
صاحبي عايزين نوزعه الخمسه كذا نزل لي 2 و3 تظبط بقى صاحبي بقى بالله عليك. الله 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 بقى رجع حقنا بقى فلوسنا. خدهم يا عم مش عايز خدهم اخويا. يا نهار ابيض. قوم قوم يا صاحبي قوم شيل قوم شيل. تعالى يا عم طب ايه يا صاحبي اسامه انت فين اصلا؟ انا منطور في حد بيكلمني بس على الفيسبوك عايز رقم الواتساب. يلا بينا ليل بعت لك وحيد 20 مليون حبيب اخويا تعالى بس يلا بينا يلا بينا يلا بينا بسرعه بقى. ها قبل ما تبدا صاحبي بتاع دوت يا ابني لسه بدري يا ابني فاضل نص ساعه بدري من عمرك ابدا انت وزع فاضل ساعه يا اسطى نص ساعه ايه ليه اللي ساعها ايه اللي ساعها البطوله 10 ونص عملنا مع البطوله صاحبي اللايف بقى الساعه 10 صاحبي مين هنا جدعان المدير هنا جدعان فين المدير هنا جدعان الساعه 10 تيجي اتكل انت على الله انا هكمل البطوله ربي يطول عليك اخي تخليك حافظ ان انا محمد العبيد حاضر اكرم حاضر اكرم انا الاثنين اكرم كنت اكسب تقريبا يا جدعان ولا كان معاك فلوس ولا بتقال الوقت كسبان ايه شايل كوبير اهو صاحبي المدير جا ايه امرانكم 3 و7 و5 ولد انا معايا شايبينه فلاش قلبي سود ما فيش بتشايل بالجيم اللي فات يبقى انا وانت بص يا محمد طب البطوله عباره عن انك بتشترك ب 10000 جولد وممكن تكسب 2 مليار لو خدت المركز الاول بس هي للاسف هي 2000 مشترك بس وهم اوريدي عملوا ريجستير كلهم فمفيش حد ينفع يشترك دلوقتي بس بعد كده يعني الدنيا هتروق وينفع ان الناس على الاكثر يشترك يعني فامان العب معاك يا وحيد معاك ايه معاه 3 5 7 ولد وفلاش لا لا دايموند لا ملعبتش ليه يا غبي قلت لك العب يا عم ما تتعبنيش كمله الفلاش حرام عليك يا وحيد والله ما قلت لك يا صاحبي العب يا صاحبي قلت لي ايه بس يا عم ده انت لا 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 انت لعبش صاحبي قلت لك العب يا صاحبي منك لله يا صاحبي اكتر حاجه بكرهها دي ان تغلط غلطه حد يقول لك يا عم انا قلت لك يا عم انا عملت مش عارفه ايه انت ضمير يا ابني قول له معلش حيد انا هلعب الدور ده سيبك لوحدك يعني نخسر سوا صح رجع دي اشاره ده وحيده انا خسرت 25 مليون عايزه اشاره ولا مدفعيه خو 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 ايوه انا سيوف قايند ومبروك عليك يا صاحبي انت معاك شايب وانا معايا شايبين ولعبنا احلى انت قلت واحد انا قلت لك العب خلاص شوف يا حاج معاك ولد لا معاك 9 لا يلا يلا ما تفكرش يلا معايا ولدين وبنت وستة ومعايا وحاه خد الدور خد الدور خد 7 وحاه حبيبي الاشتراك بكام فاضل الاشتراك ب 10000 يا محمد بس هو حاليا مفيش اماكن ان حد يشترك هو الاشتراك عامه ب 10000 جولد بس ممكن تكسب 2 مليار انا معيش ملايين خالص المركز الثاني يكسب 100 مليون المركز الثالث 50 مليون الرابع 30 الخامس 10 ايه السادس ما 533 مليون يا باشا دي انا حرامي زيك انا عايش يا كيرو انت فظيع يا صاحبي انت فظيع جدا معيش ملايين وقاعد بكرامتي ما ضربتش جيني من حد عشان انت رعاع عوش رعاع الدور اللي بقى يلا زميلو كسبت 100 مليون زميلي هات 50 مش كسبان والله قدام والله لازم مش كسبان والله انا صاحبي اطلع كريزي صح وحيد اطلع كريزي نطلع كريزي صاحبي نطلع كريزي خاطر الناس الحلوه دي حبيب حبيب يلا صاحبي عني ما بعتوا ايدي عليا يا جدعان انا عايز خرزانه هتروح على الموقع تعالى سما تعالى معايا من فريند يا عم ماشي ما لا ب 10 عشان اسحب الملايين كريزي يبقى 10 ماشي مين سوكه دي الوحيد اللي لسه معانا من ايام زمان لا صاحبي هو بس اللي عجوز الفكره مش اكتر كان سنه صغير والله معايا ايس وشايب يا وحيد انا معايا 9 شايب فولد
لا لا العب انت العب انت اسمك ايه النهارده انت دي اهانه زميلي بهنهم بطريقه ادبيه يابا ما غشيتش والله ده انا اول ما شفتك بتقول كريزي قلت له خلاص واحد يطلع كريزي وحيد عيب عليك يا شلبوك لا وربنا انت بتخون وانا من ايه زل الايس بس حلو في فلاش في فلاش في فلاش انا متضايق منك مو هيقعد معانا خد 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 ايس تاني خد ايس تاني مو هيقعد معانا اوف انا إيه... توبير وهو كتبني بايه بقى فول هاوس فول هاوس فول هاوس طب الواد ولا معايا ايه مش فاكر معانا ظلوا ولدين ويس فلورد بقى معاه فول هاوس يا جدع بص قعد معاه 10 واد انا وانت انا وانت موحي مفيش غيرنا يا صاحبي في الليله دي لو معاك ورا يلعب يا صاحبي معاكش ورا خلاص شكله معوش ورا ولا يا مكلب انا هجيب لك الملايين في شويه يا صاحبي وجاي لك وحيد لو كسبته وحيد عيدني دور معاك على كريزي وحيد لا حبيب اخوك حبيب. طب يا سيدي تعال شكرا تعال كل يوم تعال كل يوم حاضر حاضر الاكواد هنا يا صاحبي مفيش حاجه على الديسكو دي الاكواد هنا شاذلي طب بقول لك لو كسبت الدور ده والنبي هكسبك والنبي حطها صح حطها بسرعه 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 خد حساب خلاص ما تمس يا اسطى خد 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 ممكن انزلك ستريت والله العظيم انزلك تسع اوت في الاخر خد يا عم العشرة طب غربه من وش صح مش عايز اشوفك هنا تاني يخرب جزء عشاري ايه طرب جاي بعد ما خسرت ولا اخرب ردي ليه بقى نعمل ايه مش فاكر 10 واد اللي كسب بقى نوزع بقى انت عندك الاكواد معاك الاكواد وزع وزع اختار انا يعني اه يا صاحبي اختار يا صاحبي انت كلك انا كسب اسامه وايفانوفيتش وريد زون كلك مفهومية يا صاحبي كلك واسرائيل يلا بيمنشن خالد بنت وثمانية يا وحيد اسمه ولد ارمي ارمي طب يلا يا صاحبي يلا يا صاحبي هو مع سبعة ولد احنا كلنا معنا ولد ولا بيتها لا انت هو بس بنت وثمانية زالي ليس فدل البنت انزل بنت انزل ولد انا ترتيب فدل لي البحر حيدة ميدو يكسب لاج من فضلك من فضلك بلاش سبام حاول بس خليك اكتف وانت هتكسب يعني الكلام دوت اللي هيكسبك ولا هيخسرك فبالله عليك بلاش اللي تبتعمله ده عند لاندورك اه مش عارف بقى هتعمل ويدو ولا نسحبه بالحب جيم حلو عايش يا وحيد عايش انا وان بير انا ترتيب صح اسحب صاحبي كده بالحب صاحبي ويل ايه هو قاعد المغيه صح روح يا صاحبي احنا ممكن ناخد اخونا ادم طبلو ماشي اسمه شايب يا وحيد اسمه شايب انا لا ما انا فول فول ده انت معاك انت اسمه مدري انا بقول زلني خمس اكواد لوحدي شايب داخل جمعية مش داخل اكسب اكواد خربت لي كريزي يا اخي لما بشوفش عليها دور خربت وسام والله قصدي خربت وسام يا خربت حسام انا مالي يا لمبي سوري جت فيك انت ليه يا عم انت كسبت عليها يا عم قلت يا لمبي يا اخويا ليه خسر يا بنت خسر يا بنت خسرت صح انا عايز اقول لك اصلا انت كنت هتكسب نزل بنتين وثمانيتين فول هاوس ليك اصلا نزل بتعين بنتين وثمانيتين العب ليل بنتين وسبعتين وثمانيتين وانت خش معايا يا وحيد دوره لا دوره 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 بره عني ده يا ريت يا عم والله يا عم ما قلت لك العب يا حسام انت صاحب انت يا دين امي يا دين ما قلت لك خش يا اسطى يا اسطى ما تدنيش يا فلد يا اسطى يا عم انت ما عم منك لا نسك الواد ليه نسك الواد ليه نسك الواد ليه اهو وايد اهو دور يا صاحبي منك لله حسام والله منك لله يا اخي
بس يا عم واحد الله في قلبك في ايه، انا هعمل شوية حاجات كده تقول له صح بلعب الورقة جاي معايا سكة، قال لي لا صاحبي ما تروحش معايا. شفت يا شلبي على الطلاة واحدة تعيدني معاك الجيم اللي بعد اللي جاي، بعد ما تكسب اللي جاي تعيدني معاك الجيم اللي بعده اللي بعده. مش طايق فكك مني دلوقتي. استريت الله عليك يا عم، انا بفلد عشان اديلك المدينة. انت انا 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 انت زياد ايه يا اسطى زياد يا اسطى صحياني خليته بس مليان على معاه الرابط تخلص فولت روع عليه. لا 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 ايه اسمه ولد يلعب عليه معك ايه يا وحيد ساعتين يلعب وحيد 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 الدور ده مكتوب عليه وحيد طبعا يعني كفو والكفو ده تتقمص انت الدور. اه يا اسطى اخويا في الله وحشني مش عارف راح فين. روح قاعد معانا الدور تمثال ولا ايه؟ كام سالة صح؟ ايه ده؟ معاك 9 خد 7 و8 و10 اي حاجة غير 9 يا باشا مش عارف صاحبي افتح الفايل يا صاحبي وخد انت الاكواد المعطلة خد واد فاضل لي ايه؟ انا فاضل لي كتير. ممكن تنزل 7 و8 كمان. نزل لي الايس لو نزل لي فلاش شويه ثانيه بقى فلاش يعني يا رب يا عم ننزل لك يعني. لو نزلت لك نروح مزودين بقى وصل عليه وصل البلتوزر الواد فلاش شويه الواد. طب يا عم طب انا تاخد الواد يا وحيد العب انت جول العب ممكن تقسم انت هو اكون وحيد ماشي يا لو حد مع فلاش الشايب كول معايا وحيد كول معايا وحيد اخوي ماشي اخويا بقى ماشي. يا اخي بدي لعبه وصع للباكو مولتو اللي عايز اشتريه عمان يا ولد دايموندز محي لعب ثمانية ورد العب يا صاحبي العب العب يا انا انت يا محمد خش معايا خش معايا خش معايا يا هلين اسمها يانا يا مفيش فاهم تامر حسني بيلعب الجيم يا جدعان يا سلام بلا بلا طبيت محمد انت معاك كام واحد طمنا طيب وواحد ناس له كارت خسيس لذيذ كارت خسيس عرفتيز ناس لك التسعه بتشتمه مش هيجي لك بتشتمه مش هيجي انا كمان ترتيب صح خد 8 اصلا ايه ده نزل الترتيب بنت مش قابل ايه عم حبيبي ليه خسرت كامت خسرت 10 بس يا صاحبي 11 عم ماشي انا كسبت 10 وهو كسب 10 فتمام يعني كنا اقول لك كله عارفين دي 5 مليون بس مش مسار لا لا عادي عادي لا فولد انت وحيد معايا ايسو 7 العب فلده فلده تلعبش فلده يا اسطى ايه اللي العب انت ما تلخبطونيش بقى لو ده مع 20 مليون نلعب ولا انا بقول انا بقول فلده انا معايا اسو 8 اصلا مش عارف العب يا اسطى العب صح نلعب بيه العب يا اسطى العب بس لا مش هنسمع كلام سيف الواد رامي 20 الواد رامي 20 مش هنسمع كلام سيف يا جدعان مش هنسمع كلام اهو ليه يا صاحبي ليه يا صاحبي ما كل اللي عملت انا يقول لي بص على الديسكورد انا ولا ابراهيم لا بكلمهم ولد وشايب دايموندز يا وحيد لا انا بكلمهم على الديسكورد مش بكلمك انت اصلا ما حدش عارف يكلمني يا باشا انا وحيد لا يا صاحبي امال انت فهمت بقى انت غبي ليه ليه الفهم ماشي ماشي خلاص نعم ببعتك واد دلوقتي زميلي لسه زميلي ده اللي بين كلام تحدث على دينا كلها ايه فهمتها خلاص واحد فهمت 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 انت كنت عايزني كده من شويه يا صاحب ماشي انا معيش غير وان بير يا واحد انا معي ستريت يا صاحبي يا عم واحد ستريت خلصانه ماشي يا صاحبي اقل حاجه عن اقل حاجه وحياة قلب وحياة ابعت له وحياة نبعت له ولا لا للي رايك انت لا لا عليه واحده وحيه يعدمها يعدمها تعمل انت وشفتش بتاع الكامبوس 9 ولد يا وحيد انا 9 و10 نشوف الورق
ايه ده ايه الهرم سايبين شوف كبو بيقول لك عند سكور يا ابن اللعيبه يا صاحبي بيقول ايه بيقول اسمع عندي بدور فاش فاهم ليه اكيد فاهم ليه انا استريت يا وحيد ما ينفعش يا صاحبي عشان في حد كده صاحبي بيقول لحد على حاجات مش المفروض تتقال لحد فانت فاهم بقى. مين مين مالك انت ازاي انا مالي يعني انت قصدك ان انا يعني راح اقول الكلام ده كله لخالد وافتن عليك لا 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 كلام اه صاحبي مش قصدي كده اكيد مش قصدي كده لا 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 انت بقى لا 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 يا لا يا صاحبي انت يا عم لقيت ايه لقى في المدق اسكت اسكت الحق عليه الحق عليه يا ابن اللعيبه قال لي لقى في المدق يعني ايه ده انت عم بتقول لا انت هتقول ايه انت ما عندش اللي انفعال انا هو ايه حوار الشوايب معايا شايب انا شوايب طيب ماشي انا عشايك وانت ريس انا العالم زميلي في الريس ايه ده ايه ده ايش هذا ريس اوكي 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 حلو ده افلد ده انا بقى ولا ايه افلد انت تكر الله تسلم لي صح شكرا شكرا دي له صح دي له ما ترحموش المرشدين عارف انت المرشدين دول توزعت الخمس ولا ستة اكواد اللي بخمسة مليون شايب ولد يا وحيد ايه اوز دون تومسون امبورتنس طب ماشي وزع بقى بلعب ليه وزعهم وصم بنت اخش معي واحد عشان انزلك ساعتين طبيعي يا وحيد امبورتن جيم ميل في سكل رئيس انت معاك ايه شايب ولد انا معايا شايب طب ما ماشي شك انت قليل وخلي خلي واحد يريز اصلا ماشي فبعت حاجة بس وبعد كده ابعت لك ماشي تبعت لي انا تبعت لهم هم نسحب الكسبانين بقى ونروع على الرجالة كده ونظبط الكلام الرجالة متفاعلة بس يا جدعان بقول لك طيب هو اصلا عصيري اكتر الناس بسحبهم في صمت كده محدش داري بحاجة فاقعد ساكت انت اصلا بيسحبهم يعني تمام عشان بس من الله ماشي حلو الكلام خمسة صح؟ معرفش خمسة ولا ستة افتح الفايل من انت هتبعت لهم الاكواد يا ابني من انت محتاج تفتح الفايل عشان تبعت لهم الاكواد انا عامة سحبتهم في من الكومنتات كده سحبت خمسة انفور فافتح الفايل بس اخلص بس الفيديو افتح الفايل اوصل لك عليهم ماشي يا صاحبي 1 2 3 4 1 2 3 نزل ال 10 بقى حبيبي حبيبي وانا انستا كتبته على الواتساب مش خسارة فيك احسن لايف على الديسكورد خويا ولد وشايب قلوب حمراء مع 7 و 8 يا صاحبي ما فيش فلوس حد 7 و 8 كده 7 و 8 مولت كده العب ولا طب العب معاهم انت هتلعب انت العب ولا لا انا مش عارف انت اللي عارف في الكريدي يعني انا ما فاهمش حاجه في الكريدي كريدي في حد تاني معانا ولا انا وانت لا بس لا انا وانت بس انا وانت بس خلاص شايك شايك دورك ده صعب خلاص يا صاحبي الملف فين الملف فين انا معايا ستريت ضعيف افتح لي ستريت بالشايب تخ والله ولد العبيط لا بطلوم الاكواد دي الحمد لله على السلامه بقى هو ماشيل ولا اول سبب ما انا بفلس حد يوم ويقعدني سبب ما انا بفلس ما فضلش معايا غير 70 مليون كده بتفلس موجود في ايه انت بتتكلم فيها وحيد تفلس انا موجود والله يا ابني يعني يلا طب انا كنت اقول كب ولا بص السنه واخد عليها طب لحسام معايا زاكو 10 هلعب يا وحيد ليه يا اسطى انا ما عملتش حاجه فل اوكي ذير 5 او كسب اهو كسب بالزاكو ال 10 كويس ان احنا في الليل طب تعالى يا ابن 10 ال 10 ما كناش هنخسر انا بقول لك معايا جاكو 10 كنا هنخسر كنا هنخسر هتخسر يا صاحبي ماشي ماشي هو معايا جاكو 10 انضف من اللي معاك وانا معاك كانش حلو حسام انت اخترت الكسبانين من الناس المتفاعله ولا نظامك ولا انت عملت ايه؟ اخترت هبعت لهم بس في صمت كده وبعد كده اكتب اساميهم على البتاع ده اخويا وحيد احلى 60 مليون
ايه بالنص ده خالص. هو ايه اللي حسيت بيه يا ابني ولا انت عبيط؟ انا من ساعه ما الواتس ابتدى واحنا مدعوكين في الليل. انت مستفز، انت مستفز. محمد بعت لك كود زميلي، اقوى كود بخس مليون زميلي. بعت لك يا وحيد اخويا محمود محمد. تعال تعال حسام، تعال والله انا جايبك يا بطل ايدي محمد. انت اخويا اصلا بالتواقع محمود محمد. انا بعته من وانا صغير. محمود ده صاحبي اقوى 30 مليون حبيب قلبي. تعال صاحبي نقعد على تعال على عمان. يلا هيعيط. ايه ده يا عم خليها عبده. ايوه خساره تعوضوني انت. ام كام عبده بعت لك حم عبده كوده. ام كام يا تعال صاحبي. روح كريزي جي كريزي جي كريزي تعال. بقول لك يا هو فين؟ ايوه الواد اللي فوق ده كسب فول هاوس بالشايب. زياد رمضان بعت لك كود بخمسة مليون ريال. احلى مساء الرجال اللي كسبت يا جدعان. اوكي ويلز 8 و9 وحيد معاك. ايه بنت ويز زياد رمضان؟ طب نلعب انا وانت بنت ويز ده بدنا ويز. طب هنكسب ايه بقى رايك؟ هو احسن فين؟ انا لسه جاي حالا. بص صاحبي في واحد شمام من قاعد من على الترابيزه صاحبي. هو ده صاحبي الشمام وحيد. انا بعت لك ايه ده؟ ما انا اصلا سحبتهم. شيكو ده وحيد؟ شيكو صح؟ ايه شيكو اللي انا قلت لك اسمه خصو ده. بعت لك يا اكس بود يا ابني الواد على فكره وحيد نزل لي الايس. عشان نزل لي الايس ماشي. نزل لك لسه معاك يا ليل. بعت لك الشباب الكود بتاعك 8 و9 ولعبت. بص كسبانين كده اللي معانا يا جدعان. شلبي وحيد انت شايب التسعة وحيد. جايز ام توكينج اكس بودة ومحمود محمد ومحمد عبده وزياد رمضان. اللي معاه شايب خد. بص بقى ده بطن ده. لا لا بتكسب اللي مش تكسب ليه. اللي معاه شايب خد. يا نهار ابيض خسرت كام انا؟ خسرت 17. انت كنت رامي كام وحيد؟ 100. لا انت لعب بكام اصلا اول الدور؟ 17 صاحبي. انا وزعت معاك الكود ولا ايه؟ معاك 8 واد. انا فولد الجيم 10 واد. 8 واد تلعب انت ليه؟ ليه ممكن يكتب ستريت يا اسطى؟ 8 واد 10 واد و8 واد احنا كلنا معانا نفس الورق. طب فلد الليل. فلد الليل حبيبي. طب هنكسب بولد يا صاحبي. يلا يا عم بهزر معاكم. بولد يا صاحبي. يا صاحبي ما تزرزرناش بقى. انا بعت سنايبر ده حد يعرفنا اصلا. سنايبر ده حد يعرفني اصلا. انا معايا بنت. انا حاسس اني شفت اسمه كده. انا معايا بنت ويس. انا شايبه 7. لا نلعب كلنا. نلعب تعال خد زيح. الشايبه 7 كسبه وحيد فول هاوس عادي. بص يا صاحبي. بص يا محمود عادي تستلم الكود من على التليفون بس لازم بعد كده عشان تاخد الملايين بتاعتك تبقى فاتح من على الكمبيوتر. هتكلم زميلي شلبي. هتكلم كبو اهو يا صاحبي. يا الاس يا التسعه. هو قصدي استلم من الابلكيشن يعني. انا شايب او 7 تاني ومش هشوف حد فيكم. عشان الابلكيشن تستلم على التليفون عادي تخش على البراوزر عادي. انا شايب او 7 تاني ومش هشوف حد فيكم. خلاص خلصت جدع عليه اخويا. لا خبر حد معاه شايب بقى. حد بقى شايب. معايا شايب. معايا شايب يا حبيبي. ماشي ماشي ماشي. 13 ونص وواحد 5 مليون. يا عم كبر مخك يا عم. اخويا ما بنتكلمش احنا في الاتفاقات دي دلوقتي. حصل. طب ليه يا صاحبي دبل بقى ولا الدنيا بقى ولا ايه بقى؟ 10 وشايب. انا هلعب الجيم ده شايب وبنت شجر. هلعب وانت وحيد. انا جالي تعليمات من الاداره العليا ان احنا هنقفل الستريم الساعه 10. لازم يعني افتن عليكم علشان واحد مش سالك بلغ عننا. مين عن مش سالك بلغ عننا؟ احط الكود انا بتاع ال 30 بني ادم بقى. ماشي يا صاحبي. يلا يعني الكود ال 150 مليون رجاله اللي كله استعد يفتح موقع. انا رميت. انا معايا 43 مليون العب بيهم ولا لا؟ ايه؟ لا لا فاكس حرام. قلنا 5 مليون سلمتوني للجيم. دماغي يا نهار ابيض. كنا هنخسر كلنا. كويس ان حساب بس الحلال.
يلا رجاله 5 مليون 30 واحد هيكسب الكود. سما 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 نزل الموقع بس مع الكود. نزل الموقع مع الكود. ماشي 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 ام دوين ذيس اوريدي. شكرا سما. نزل لكم موقع مع الكود يا جدعان. بص يا جدعان كود 30 واحد هيستلم الكود دوت بكل بساطه. كل واحد فيكم 5 مليون هتخش على اللينك اللي في الكومنت المتثبت دوت تحت الكود على طول. لو مش شايف اللينك هتدوس على سيمور, هتدوس على اللينك, هتخش تكتب اسم الاكونت بتاعك, وبعد تكتب اسم الاكونت هيقول لك اختار سيف. حرام من ديني ما قالكوا حاجه. معايا 10 وبنت وحيد. هتكتب الاكونت والباسورد, وبعد كده خلاص تقفل هتستلم منه, وبعد كده هتدخل الكود. اكتب الكباتش اللي مكون من 4 ارقام تحتيه, وهتستلم الكود ب 5 مليون. كل واحد يستلم الكود يكتب واستلم كام مره يا جدعان. روقوا على حالكم. انا مش عارف انت بتكب الكلمتين ليه. انا مش عارف عشان هم الاثنين عاملين لب 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 شابوا كلمتين على بعض. صدعتنا انت بتعيد على مين؟ اه في واحد معنا. انا ستريت. مش حد معنا صحيح. في واحد في واحد في واحد اللي جنبنا ده. لا ده متأكد ان هو والله ايه. اه اه اهو اهو زي انا توبير ترتيب. طيب انا ترتيب. بقول لك ايه, عايز ارميله بصراحه. ارمي 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 اسف شويه. ماشي يلا يلا ولا مع فلاش يا جدعان هيزعلكوا وربنا. سم عمك ليه لسه اجمد من كده بكتير يا صاحبي. اه ما بينتش ورقك حتى يا صاحبي. سطرت سطرت ما انت بتقول ايه. على الوط على الوط على الوط على الوط كله على الوط. يا جدعان استلمت الكود كم مره؟ معاك ولد وحيد معايا دبل جاك. انا ممكن العب بس يلا. تمام ايسو كينج ده خراب بيوت ده لسه استلمه مرتين. احرب احرت صاحبي. مش كده. انا إيه اللي كلها ليه؟ في ناس معانا من اللايف ولا ايه؟ كله لعب خلاص احنا كده كده ده. اه ستريت. انا ستريت اخويا والله يا ابني. انت على رأيك أبا أنا بحوشهم معاك. أنا كمان ستريت. إيه ده؟ الترابيزة كلها ستريت. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الضحك ده؟ مش فاهم مين اللي هيكسب. أوف اللي معاه بنت ستريت على الأرض. أصلا معاك إيس فأمان. الولد الأخير ده كان المفروض ينزل. لو كان ينزل كان ينزل بفول هاوس. كان دي اللي تضع اللي حصل دي والله. آه ده هبل ده. ولد وثمانية معاك يا وحيد. بنتو شايب. يلا يا جدعان حاجه استلم غير غيس ولا يا جدعان؟ طب العب ولا ايه؟ طب انت بتقول لي وحيد انا مش هعرف استلم الكود. انا اعمل لك ايه؟ طيب اجيب لك كمبيوتر تستلم ولا اجيب لك موبايل تستلم ولا اعمل لك ايه يا صاحبي؟ ما تتكلم كلام انا اقدر اساعدك فيه. اعمل ايش نستلم الكود يا صاحبي؟ حرفيا في موقع تحت هو بتسجل عليه الاكونت بتاعك وتستلم منه كود. معاك قلوب؟ لا معيش قلوب ست. مع بنت نزل بنت وانا معايا 8. عارف انت لو يا معايا شايب نزل شايب فلاش. بس فلاش. انا فلاش. فلاش انا فلاش. مبروك عليك يا صاحبي. كل كل خلاص والله العظيم ما رجع اخويا. والله اخويا اقسم بالله. انا كنت قاعد ب 100 مليون على الترابيزه. بقوا كام بقى؟ 37. بعت لي بقى ليل. بعت لي بقى ليل. ماشي نقوم. طيب بعد نقوم ونعيد حساباتنا. ماشي معايا شايب و9. انا شايب وبنت. مكسبها قليل فاهم يعني. اتنين ولا تلاتة بس اللي بيلعبوا اصلا. والله لا احنا كسبين. ميدو اكس بلاك يا بعت ميدو اي دي بتاعك. معايا 9. لا اصلا ما كسبوش. ما كسبوش يا اسطى. ولا انتوا كسبتوا معلش. اما تدين امه بقى. يلا صاحبي ده يا اسطى. والله يا ابدا زنان ابن وسخه. اخويا وحيد. اخويا اوديه بعيد. مبروك عليك. انا نقوم بقى نظبط حالنا كده عشان هنقفل اللايف خلاص كمان 7 دقايق. فاحنا عايزين نلعب ايه؟ دور اخير واحد اخير. تعالى يا صاحبي. هتروح فين؟ احنا ام 50. بص بص احرت. يا لهوي ايه يا عم؟ انا خدت الحطه بجد. خسران من خسران على الفتره والله. خسران صاحبي بس. لا يا صاحبي مع بعضينا بعد اللايف. انا فتحت يا ليل.
انت مش فاهم اللي حصل بقى، اللي حصل وطحينه ودلع وطحينه من النوم. انت مش هتكون موجود؟ اه تمام، مش هينفع ابقى موجود حتى البطوله مش هقدر يعني. تمام تمام قوي. مين اللي هيقسم معايا؟ طيب انت ايه؟ انا دور رقم 25. تعالى دور واحد رقم 25. كسبنا كسبنا خسرنا خسرنا. لا 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 يلا 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 كرسي يا صاحبي. يلا يا صاحبي انت بطيء. وربنا الفريند عشان بقوا كتير عندي مش عارف اضيف. لازم امسح شويه من الفريند دول. مسحوش انا هفلد استناك. ماشي مع ان التمانيتين دول بس عشان ما الحقتش الكود. ازاي ما الحقتش الكود يعني؟ غير استلموا مرتين وثلاث ارباع الناس ما لحقتش الكود. ومين فاق الكود يا جدعان؟ العب ايه ده؟ الحقتش الكود اصلا. تلاقي كل ده مسجلش اصلا. ايه ده مسجلش؟ تلاقي كل ده اصلا مسجلش الاكونت بتاع الموقع حتى لو ما لحقتش الكود. اه رأي واحد حبيبي كده عام 13 صح. نزل لك 8 بس كنت هتبقى سيو فوقين. انت لسه تهزق كله. عيب عليك. اقعد جنب اخويا وحيد. ايه الولد ده؟ حلو يا وحيد. العب والعب معاك. معايا شايب ولد واربعة وخمسة ومعايا فلاش قلوب سودا. معايا فلاش قلوب سودا. ماشي بس انت هتلعب على الفول هاوس والترتيب السبعة والتسعة وانا هلعب ترتيب واطي وترتيب عالي وفلاش. شكلك فاهم يا نص. الله اوعى اخبين اوعى مو لا مو صاحبي بعت لي حاجه سامعها. لا بعت لي بعت لي قلبي يا نهار ابيض. مين اللي لحق يا جدعان؟ مين لحق الكود يا جدعان؟ محدش لحق خالص كده. احلى اخويا وحيد حبيب حبيب والله. ايه ده ايه ده؟ شوف بقى صاحب المفاجاه بقى. ايه ده انت بتهزر؟ انت بعتهم مره مرتين من غير ما تقصد ولا باظك؟ ايه ده؟ لا مره بعت بس وصل لي مرتين صح ولا بيتها معلقه دي ولا ايه؟ ما هنجا ما هنجا. انا قلت ايه ده؟ انت تكسبش للدرجه دي برضه. هنجا ما هنجا. ما انا هبعت ازاي اصلا؟ ما معيش يكمل كل ده. ما انا برضه استغربت يا صاحبي بفتح لقيت 75 75. اح ايه ده؟ انا خدت اربع الشاز دي. خد الكود اربع مرات يا زميلي. خد اربع مرات يا زميلي. بيقول انا خدته اربع مرات. كود يا جدعان. واخونا اللي مسميه كود يريحه على جنب عشان كده عيب. بقول لك ايه؟ اتفق الليب. فاضل لسه 3 دقايق. نلعب ده بسرعه ولا بسرعه ولا 25 نادي. ايه يا عم هو انت يا مسابقه؟ بسرعه بسرعه. صاحبي في ناس ثانيه عندها اشغال يا صاحبي. في ناس عندها ميتنجز وفي منفصل الشحن. مش بقول لك انا في ناس بتتناك علينا يا صاحبي. بسرعه صح. لا لا فصل فوق. ماشي فصل فوق. حلوه كده. مبروك للناس اللي كسبت والناس اللي ما كسبتش. مش لاحق اقعد مش لاحق اقعد مش لاحق. فاضل دقيقتين وعشرين ثانيه. انجز حالك يا صاحبي. عيب كده. ما هو اعمل ايه طيب؟ الترابيزه ما فديتش عندك. تربونا صاحبي قاعد معانا على الترابيزه. احيد اتوزع عشوائي يا صاحبي. ما فيهاش عشوائي خلاص. احنا بنقول يا رب ناخد دور قبل ما نقفل بس. هو ايه الترابيزه ايه؟ لسه الدور ما خلاص. احنا ما فيش كرسي فاضي يا اسطى. خلاص انا هلعب الدور دلوقتي. ايه العيال دي يا عم؟ لزقه لزقه في اللعب كله. فلد مفيش حد لعب فمفيش حد اتنطر. انا هقوم هقوم معيش ورا. خلاص هي حلوه كده حلوه كده اخواتي حلوه كده اخواتي. ايه ايه؟ طب تعالى نلعب انا جيم سلوت في الدقيقه اللي فاضله. لازم ناخد حقنا تالت ومتلت. لازم. هو مش بضن عليا ولا في لسه 10؟ في لسه 10 بالظبط. طب انا عايز حاجه؟ حبيبي يا حبيبي مش حطيت فيها وشخيت فيها. اتكل على الله. ايوه يا باي. ليه يا قلب بتحسبها كده يا روحي؟ ده انا عشان بس ايوه 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 سنس. ايوه ايوه ايوه
عشان بس خايف على مستقبلك وتنام عشان عندك شغل الصبح. انت مش بتروح مدارس الصبح؟ انت مش عندك مدرسه باين؟ صح. انا انت في اللولا من قايل لك انا سبت الشغل بقالي سنتين. صح اصلا انت ليك صايع بالك فتره ومصايل ايه؟ صايع ليه؟ صايع يا زميل، انا بتموزع الدنيا. عايش عليك. الله تفيد. شفت الدور ده فشيخ فشيخ يا صاحبي. 23 مليون من يا الله رجاله. احنا بالظبط 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 نقفل الساعتين ونقفل اللايف. ايه؟ اه ساعتين ونقفل اللايف فاضل بالظبط ايه 30 ثانيه. 30 ثانيه دول احب اقول لكم يلا سلام. وداع وداع يا دنيا وداع على اللي راح ولا سلمشي. مبروك لناس كسبت نفسك زي وش تعوض مع بعض المره الجايه. طب اقول يا جدعان بس سلام سلام. ايه مش مستاهل مش مستاهل. انا بقول لهم سلام هم متفاهمين الموضوع. احنا كلنا رجاله خلاص. ايه هي ايه نهايه بس محفوظه كده صح كده صح. اسال كده صح. مبروك لناس كسبت نفسك زي وش